الحضور الكرام، السيدات والسادة، أهلا وسهلا بجميع الحضور والمشاركين في فعاليات الفرع الطلابي لجامعة البصرة للنفط والغاز في جمعية مهندسية النفط العالمية. في البداية أحب أعرفكم عن نفسي، أنا الطالب حسين باسل عبد الخالق، رئيس الفرع الطلابي وطالب مرحلة ثالثة في قسم هندسة النفط والغاز. إذا وإياكم نلتقي في هذه الليلة مع محاضرة جديدة من كورس Advanced Well Intervention، في محاضرة بعنوان Well Intervention Techniques مع المحاضر المهندس السيد عامر، مهندس نفط في شركة بتروجيستكس السعودية. إذا نقرأ لكم ملخص خبرة المحاضر. حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النفط، ويعمل مهندسا في شركة بتروجيستكس السعودية. عمل سابقا في شركة وذرفورد، وقدم أكثر من 500 دورة تدريبية واستشارة تقنية في جامعة الأزهر وأكثر من منظمة، منها NTC و SPE و OPA وإلى آخره. إذا نحب أن نذكركم، يمكنكم رفع الريز هاند أو عمل أنميوت في حال عندكم أي سؤال خلال المحاضرة. أيضا استمارة تسجيل الحضور سيتم إرسالها في آخر نصف ساعة من المحاضرة. يمكنكم متابعة المحاضرة، والمايك إليك أستاذ السيد عامر، يمكنك البدء. تمام يا هندسة، السلام عليكم جميعا يا شباب. خلونا نعمل شير سكرين بس. إن شاء الله تكون الشاشة كده ظهرت عند كل الناس والصوت كلير تماما. السلام عليكم، أنا اسمي السيد عامر، مهندس نفط في شركة بتروجيستكس السعودية. إن شاء الله النهاردة هنمشي مع بعض في جزء مهم جدا، وهو الويل انترفينشن تكنيك. جميل جدا. الويل انترفينشن تكنيكس والويل انترفينشن اوبريشن والورك اوفر كلها تقريبا نفس المعنى. المفروض ببساطه جدا ان التوبكس الخاص بالويل انترفينشن جزء مهم جدا في البتروليوم انجينيرنج وسبيشالي البرودكشن اوبريشن. ان شاء الله بس خلينا الاول نشوف السيشن بتاعتنا هتمشي ازاي. السيشن هتمتد تقريبا من ساعه ونص لساعتين، ان شاء الله مش هتزهقوا يعني بسرعه. الجزء ده شيق جدا بالناس اللي هي الانترستد بالبتروليوم انجينيرنج والاوبريشن خصوصا. اي حد عنده اي سؤال في اي وقت فيا ريت ما يترددش ان هو يسيب لنا السؤال بتاعه في الشات بوكس، وكل نص ساعه هنحاول ان احنا نقص شويه كده نريح لمده دقائق واجاوب فيها على كل الاسئله اللي انتم سايبينها في الشات بوكس، او هدي فرصه للناس اللي حابه ان هو يعمل ريز هاند او يسال سؤال لايف. اتمنى ان احنا نشارك بعض تماما جدا، في فري تماما انك في اي وقت ان انت تسيب سؤال او تيك نوتس على الاقل. وان شاء الله كل نص ساعه هنوقف الوقفه بتاعتنا بحيث ان احنا نتاكد ان الناس كلها ماشيه معانا تمام، وفي نفس الوقت اي سؤال خاص بالويل انترفينشن بالورك اوفر بالكومبليشن ان جنرال فيعني موست ويلكم. خليني الاول اقول لكم يا شباب حاجه بسيطه جدا عن الويل انترفينشن. الويل انترفينشن دي حاجه حضرتك لو دخلت الاويل فيلد لازم هتشوفها باي حال من الاحوال. وانس ان البير اتحفر وخلاص خلصنا الاوبريشن الخاصه بالويل دريلنج. طبعا انا اسف ان السيشن مش هتكون انجلش، مع ان انا عارف ان في بعض الناس موجوده معانا الباك جراوند بتاعتهم انجلش، لكن هنحاول ان احنا نخلي الموضوع فرانكو عرب او عرب انجليش كده، يعني بحيث ان الناس حتى اللي هي مش بتتكلم عربي تكون فاهمان الى حد كبير. طيب احنا الاول يا شباب بس عشان ان احنا ندخل في الموضوع بتاع الويل انترفينشن، احنا عندنا الويل انترفينشن ده جزئين اساسيين. الجزء الاولاني هو الويل انترفينشن اوبريشن، انا بعمل بعض الاكتيفيتيز على البير عشان ان انا حصلت لي مشكله، عاوز ازود الانتاج، عندي ووتر برودكشن، مشاكل كتيره جدا هنشوفها النهارده في الجزء الثاني من السيشن بتاعتنا اللي هو الخاص بـ reasons for well intervention. لكن في الجزء الاول اللي هنتكلم فيه هنتكلم عن بعض المصطلحات الاساسيه، يعني ايه well intervention، يعني ايه work over، what difference between both. بعد كده هنبدا ان احنا نتكلم بقى عن كل الطرق الممكنه اللي احنا، او مش الطرق بقى، خلينا نقول كل الاوبريشن اللي احنا ممكن نعملها، او لو في حد ظهر عنده اي مشكله تانية شافها في الاويل فيلد وحابب ان هو يسال عنها فمور ذان ويلكم يعني.
عندنا كمان بعد السيشن دي ان شاء الله هيكون عندنا سيشن تانية يوم 20، هنتكلم فيها عن واحدة من التكنيكس اللي انا بستخدمها عشان ان انا انزل جوه البير، اذا كان ديد ويل، اذا كان البير لايف، وات ايفر. المهم ان في النهاية انا هيكون عندي بعض التكنيك بعض التكنيكس اللي احنا بنستخدمها عشان ان انا اعمل ويل انترفينشن. يعني انا دلوقتي هبدا ان انا اقول لك ايه المشاكل اللي بتواجهني اثناء الاوبريشن وازاي ان انا بحلها، وبعد كده اقول لك ايه هي الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان ان احنا نعمل الاوبريشنز او الاكتيفيتيز اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. الموضوع بتاعنا النهارده بيتكلم في حاجات كتيره جدا، محتاج يكون عندك باك جراوند كويسه في الحفر، باك جراوند كويسه في البرودكشن، باك جراوند في الكومبليشن طبعا. وانا عارف ان في سيشنز كانت قبلنا ان شاء الله كلموكم عن الموضوع ده، وفي محاضرين اتكلموا عن الموضوع ده. النهارده هناخد الجزء بتاعنا اللي هو خاص بالبيزك ديفينيشنز او بعض التعريفات المهمه جدا اللي انت لازم ان انت تكون عارفها، ولما تسمعها تكون اوير جدا بان بعض الـ بعض الاكتيفيتيز دي يعني ازاي ان احنا نتغلب عليها او نعملها، والمشاكل اللي بتواجهني اثناء البرودكشن. فخلينا نقول ان واحده من المشاكل الكتيره اللي هتواجهني النهارده هي الترابل شوتنج اللي انت بتشوفها في البيت. طيب خلينا زي ما اتفقنا نبدا بالبيزك ديفينيشنز، بعض التعريفات الاساسيه اللي انت حضرتك لازم تكون عارفها. اول حاجه الاول يعني ايه والانترفينشن، يعني ايه موضوع السيشن بتاعتنا النهارده. والانترفينشن ببساطه جدا، كلمه انترفينشن معناها ان انت عندك بير، والبير ده اول والول ده خلاص اتحفر وبدخل في مرحله الانتاج وبدات تظهر لي بعض المشاكل. ف انت النهارده مطلوب منك ان انت تعمل انترفينشن على البير، يعني معناها ان انت تدخل على البير عشان ان انت تحل المشكله دي. طيب فاول انترفينشن معناها ان انا هعمل ورك اوفر اوبريشن او ويل انترفينشن اوبريشن عن طريق سبيشال اكويبمنت او تولز زي الكويل تيوب، زي السنابنج يونت، زي الواير لاين، كلها عباره عن وسائل بتساعدني عشان ان انا اقدر ان انا اعمل انترفينشن في البير او ادخل البير عشان ان انا احل مشكله معينه حصلت في البير ده. في فرق كبير جدا ما بين الويل انترفينشن وما بين الحفر. اثناء عمليه الحفر انت بيبقى عندك دريلنج فلويد موجود في البير بيمثل لي البرايمري بارير او الوسيله الاولانيه اللي انا بستخدمها او ببقى مش قلقان ابدا من البير بتاعي اثناء عمليه الحفر لانه فيلد بالدريلنج فلويد. وطبعا الدريلنج فلويد في الوقت ده بالنسبه لي يعتبر هو البرايمري بارير في الويل كنترول. لكن اثناء الويل انترفينشن لا، ده بير بينتج مفيش فيه دريلنج فلويد، البير بينتج عادي خالص، ممكن يكون فيلد ويز اويل، filled with water، filled with gas، ففي النهايه فيها هيدروكربون موجود، ماده قابله للاشتعال موجوده جوه البير ده، وحضرتك دلوقتي مسؤول عن انك تعمل انترفينشن او تدخل على البير عشان ان انت تحل مشكله من المشاكل الموجوده جوه البير. فاول فرق ان انا ما عنديش drilling fluid موجود في البير على خلاف الحفر طبعا. طيب اثناء الحفر انا مش محتاج ابدا ان انا اقتل البير، وهنتكلم في اخر السيشن يعني ايه بقتل البير. لكن في الوقت ده انا بيكون عندي البير بتاعي لايف، ممكن يكون فيه غاز بضغط عالي جدا، زيت بضغط عالي جدا، ووتر برضه بضغط عالي جدا، وانت دلوقتي هتبدا ان انت تانترفير جوه البير ده عشان ان انت تعمل الاكتيفيتي دي. طيب في الوقت ده للاسف انت بتبقى قلقان ان ممكن يحصل لك صادن ريليز للهيدروكربون الموجود في البير، فبيكون واحده من الطرق ان انا ممكن احتاج ان انا اقتل البير على خلاف الحفر. في الحفر انا مش دايما بحتاج ان انا اقتل البير، لكن الفكره كلها بالنسبه لي دلوقتي هو ان انا هدخل على بير لايف، فالبير لايف ده ممكن ان انت تحتاج ان انت تعمل له كيلينج على عكس تماما عمليه الحفر. اثناء عمليه الحفر انت اصلا ما بتسمحش ابدا ان يحصل لك ريليز للهيدروكربون على السيرفس، مستحيل ان انت توقف ان انت يطلع لك غاز على السيرفس او يطلع لك زيت على السيرفس، والا هيحصل لي بلو اوت او انفجار للبريمه اللي موجود عندي او للريج اللي انا بحفر بيه. لكن اثناء عمليه الويل انترفينشن احنا بنسمح ان يكون في غاز موجود، لان انت بتتعامل مع بير لايف وما فيهوش دريلنج فلويد، فبالتالي انت بتتعامل دايركت مع الغاز والزيت اللي موجود في البير، وبيكون عندك غازات غالبا في الانيولس وساعات في التيوبين. طيب ممكن احتاج ان انا اعمل كيلينج ببروسيدرز مختلفه تماما عن البروسيدرز اللي ممكن استخدمها اثناء الحفر، يعني ان كيس ان انا طلع لي غاز اثناء الحفر فانا ببدا ان انا اعمل كيلينج للبير. لكن
اثناء الانترفينشن انا لو قتلت البير بالطرق التقليديه بان احقن جوه البير درينج فلويد، للاسف انا بعمل دامج للفورميشن، بعمل حاجه اسمها فورميشن دامج، بعمل سكن، بعمل لو برودكشن، او ببوظ الفورميشن اللي موجوده عندي دي. طيب الويل كنترول اكويبمنت وتولز واوبريشنز اثناء الويل انترفينشن مختلفه تماما. حتى احنا عندنا في تو سيرتيفيكتس، الاي دبليو سي اف والاي اي دي سي، دي سيرتيفيكتس كده بتبقى ابروفد ان انت حضرتك عشان ان انت تطلع تعمل جوبايه ويل انترفينشن او تكون سوبرفايزر على الاوبريشن دي. في بعض الشهادات الاساسيه اللي بتمنحك الفرصه ان انت تكون قادر ان انت تمانج الاوبريشن دي. الاوبريشن دي زي ما اتفقنا بيبقى لها ويل كنترول اكويبمنت مختلفه تماما عن البلو اوت بريفنتر التقليدي اللي احنا بنستخدمه كمانع انفجار اثناء عمليه الحفر. طيب اثناء عمليه الحفر انت ممكن تكون بتتعامل دايركت تحت مع اوبن هول، منطقه فيها اوبن هول، منطقه تانية فيها كيس دي هول، لكن عندنا في الانترفينشن غالبا بتبقى دايما بتتعامل مع كيس دي هول، بير جاهز انت ممكن تكون شغال ثرو تيوبنج جوه التيوبنج او شغال جوه الانيلس. ففي الوقت ده ما بتتعاملش ابدا مع بلوك دايركت الا لو كان الكومبليشن بتاعك اصلا كومبليتد از اوبن هول. طيب بتبقى محتاج ان انت تتاكد تماما ان مفيش غازات طالعه لي على السيرفس اثناء عمليه الويل انترفينشن، على غرار طبعا الحفر ممكن ساعات للاسف بيطلع لي ريليز لبعض الغازات، واللي بيبقى في الوقت ده ببدا ان انا ازود المود ويت او ان انا اكلم المود انجينير ان هو يبدا ان هو يتعامل مع الدرينج فلويد اللي موجود عندي عشان هو ما يسمحش بريليز للغازات الموجوده في الفورميشن. طيب انا قلت كلمتين اساسيين هم ويل انترفينشن وورك اوفر، هننسى بقى تماما خلاص الحظ ونبدا ندخل في السيشن بتاعتنا. ويل انترفينشن يا شباب ببساطه بيفرق عن الورك اوفر، ان الورك اوفر بيحصل دايما بعد ما بقتل البير. كلمه ورك اوفر غالبا بضطر ان انا اكون قاتل البير، بضطر كمان ان انا اكون شايل الكريسماس تري، الويل هيد او شجره راس البير بتكون مش موجوده في الوقت ده. لكن في الويل انترفينشن لا، دي اعمال خفيفه كده بعملها على بير حي لايف ويل عشان ان انا اعمل بعض الاكتيفيتيز. ساعات الويل انترفينشن ده بنقول عليه لايت ويل انترفينشن، وساعات بنقول عليه ان هو يعني ساعات بيكون لايت ويل انترفينشن حاجات خفيفه كده، وساعات بيكون هيفي ويل انترفينشن وبيبقى للاسف محتاج ان احنا يعني تبقى عمليه صعبه شويه او فيها خطوره شويه احتاج ان انا اقتل البير ممكن. فالورك اوفر عشان تفرقوا عن الويل انترفينشن، ورك اوفر ببساطه لازم اشيل الكريسماس تري ولازم اقتل البير، وساعات بيحتاج كمان ان انا اعمل ليج موف واكون عامل يكون عندي بريمه او ريج موجوده في الويل سايت عشان ان انت تعمل الاوبريشن بتاعتك. الويل انترفينشن لا، انا ممكن استخدم وسيله زي كول تيوب، زي الواير لاين، زي السنابنج يونت، زي الهيدروليك يونت، دي كلها وسائل بتمكنني من اني اعمل ويل انترفينشن من غير ما اشيل الكريسماس تري، كله بيتم من خلال الكريسماس تري. طيب هو انا ليه اصلا يا شباب بعمل ويل انترفينشن؟ قبل ما بعمل ويل انترفينشن انا محتاج ان انا اجمع داتا كتير جدا عشان ان انا اعمل جوب بشكل سيف وبشكل ناجح. لازم ان انا يكون عندي بعض الداتا اللي تمكنني اصلا من ان ابدا ان انا اعمل بلاننج او اعمل ديزايننج لعمليه الويل انترفينشن دي. اول حاجه انا محتاج ان انا قبل ما اروح البير ده ان الشركه اللي بتنتج من البير ده تبدا انها تديني بعض الداتا الخاصه بالبرودكشن، زي الضغط بتاع البير ده قد ايه اللي هو بنقول عليه الويل هيد بريشر، زي الشاطن والهيد بريشر، بعض الابار بتبقى مقفوله لفتره طويله فبنسمي الضغط بتاعها في الوقت ده شاطن والهيد بريشر. البير ده بينتج غاز قد ايه، بينتج ميه قد ايه، بينتج اويل قد ايه، مهم جدا ان انا اكون عارف المعلومات دي قبل ما ببدا اعمل الاوبريشن دي. طيب ساعات ببقى محتاج ان انا اعرف الحراره بتاعه الغاز ده، في ابار الحراره بتاعتها بتكون عاليه جدا، الحراره العاليه دي بتعمل لي مشاكل مع الالاستومر او مع الحاجات البلاستيك اللي احنا بنستخدمها في الاوبريشن. يعني بعض التولز اللي بنستخدمها في الويل انترفينشن بيكون فيها ماده مصنوعه من الرابر او الالاستومر او البلاستيك، وطبعا العدو اللدود بتاعه في الوقت ده بيكون هو الحراره، الحراره بتعمل لي تشقق او اكسفولييشن للرابر اليمنت ده. طيب محتاج كمان داتا تانية زي الويل بور كونفيجوريشن. يعني ايه ويل بور كونفيجوريشن؟ يعني الديزاين بتاع البير ده هو بيتحفر،
الانجل بتاعته قد ايه، هل البير ده فيرتيكال ولا هوريزونتال، هل في زاويه كبيره ولا صغيره، الكيسنج اللي موجود في البير ده السايز بتاعه قد ايه، التيوبنج اللي انا هنزل جواه ده السايز بتاعه قد ايه، الدبس بتاع البير عمقه تقريبا كام الف قدم، كام متر، محتاج ان انا اكون عارف التفاصيل دي كويس جدا. البرفوريشن، البير ده متخرم عند طبقه العمق بتاعها قد ايه، يعني المفروض انا هبقى وانا بعمل ديزاين عارف ان انا مثلا لما هنزل عند دبس 10000 قدم فانا كده هبقى وصلت تقريبا ل البرفوريشن او المنطقه اللي انا بنتج منها. فهل ده بالنسبه لي الداتا دي افيلابل ولا لا، وجود الداتا دي هتمكنني من ان اعمل الجوبايه ده بشكل محترم جدا وبشكل سكسسفول تماما، و اهم حاجه طبعا هو السيفتي اثناء الاوبريشن. زي ما اتفقنا انت بتتعامل مع لايف ويل، ضغوط عاليه جدا، حرارات عاليه جدا، هيدروكربون موجود، وطبعا الاخطر بكتير جدا لو انت للاسف عندك H2S او غازات حامضيه موجوده، فللاسف بتبقى دي الكارثه الاكبر. محتاج ان انا كمان يكون عندي داتا عن الاوبريشنز اللي تمت قبل كده على البير. والله شركه هاليبرتون من 3 شهور جت تعمل اوبريشن في البير، وللاسف لقوا في مشكله ميكانيكيه موجوده في التيوبينج، زي ان التيوبينج حصل له كولابس، في مشكله في البير، في ساند بريدج موجود، في ريستريكشن في التيوبينج، التول بتاعتهم استقت في البير، ده في واير لاين واقع في البير. فكل المشاكل دي انا بحتاج ان انا اكون عامل لها نوتس او موجود عندي، عشان ان انا وانا ماشي في البير او بعمل الاوبريشن بتاعتي جوه البير لو حصل لي مشكله، فوالله ابدا ان انا اعمل اكسبكتيشن لبعض المشاكل اللي ممكن تحصل لي في الاوبريشن بتاعتي دي. طيب محتاج كمان داتا عن الكريسماس تري اللي موجوده على البير، السايز بتاعها قد ايه. والله انا عندي بعض الكريسماس تري ممكن تكون 4.1 على 16 من البوصه و 5K بتتحمل 5000 بي اس اي. عندي كمان 3 وتمن 10000 او 5000 وات ايفر. فطبعا كل السايزات دي هتختلف، التولز اللي انا هجيبها دي عشان ان انا اعمل كونكشن ما بين ثريد والتاني او ما بين فلانشه والتانيه، فمحتاج ان انا اكون عارف السايزز بتاعتها، فده بنسميه الويل هيد اند كومبليشن كونفيجريشن. طيب بعض الداتا بقى البسيطه اللي انا بحتاجها عن الفورميشن في بعض الاكتيفيتيز المعينه، لو انا بعمل ويل لوجنج مثلا فمحتاج ان انا يكون عندي بعض الداتا عن البروزيتي بتاعت الفورميشن، بيرمابيليتي، الفلويدز اللي موجوده في البير ايه، الضغوط والحرارات مهم جدا، الفلويد كومبوزيشن، انا عندي غاز وزيت وميه واتش تو اس وسي او 2 ونيتروجين، في سكيل ما فيش سكيل، في سولت مترصف في البير، في عندي ساند موجود عامل ساند فيلينج، كل دي مشاكل ممكن تبقى موجوده في البير وداتا مهم جدا ان انت تكون عارفها. الفورميشن اللي انا بحفر فيه اللي انا نازل اعمل فيها ويل انترفينشن، هل هي فيها ساند، هل هي الصخر نفسه اللي فيه الاويل اند جاز، هل هو ساند، هل هو دولومايت، هل هو شيل، هل هو ملح، هل انا بحفر او سوري بعمل انترفينشن في اوبن هول ولا في كيس هول. كل دي داتا يا شباب كل ما كانت موجوده عندك فالموضوع بيكون افضل بكتير، بتعمل الجوبايه من غير اي مشاكل. زي ما انت شايف كده قبل ما بروح البير بطلب من الشركه اللي طالبه ان انا اعمل الويل انترفينشن ليها ان هو يديني الويل ريكورد ستيتس. الويل ريكورد ستيتس ده بيكون فيه اسم الشركه، اسم البير، الفيلد اللي انا شغال فيه، التيوبولر الموجود في البير اقصد بيه التيوبنج السايز بتاعه كام. يعني على سبيل المثال انا هنا مثلا الكيسنج الموجود عندي 8 و5 ستمان، الوزن بتاعه 36، الجريد بتاعه كي 55، البريشر اللي جواه تقريبا بيبدا سوري من عند 6 ات، ده موجود من عند دبس 2000 متر مثلا لحد 3450، البرست بريشر بتاعه على سبيل المثال 4460 بي اس اي، الداتا بتاعت الكيسنج، الداتا بتاعت التيوبنج، عندي تيوبنج 2.7 تتمان، الويت بتاعه 6.5 6.5 باوند بالفوت، الجريد بتاعه ان 80، كل دي داتا بتكون موجوده، ما فيش حد هيحوشها عنك او هتبقى مستخبيه، الداتا دي لازم تكون موجوده معاك وانت عارفها كويس جدا. الويل هيد الموجوده في البيض نوعها ايه، الكيسنج هيد دي 11 بوصه 3000 بي اس اي الريتنج بتاعها، الفلانشه بتاعتها الريتنج بتاعتها 1500، التيوبنج هيد 7.6 3000 بي اس اي. انت متخيل كل الداتا دي موجوده عندي هحتاجها بعدين اثناء الاوبريشن بتاعتي، وانت كراجل بروفيشنال بتعمل الجوبايه دي لازم ان انت تكون عامل حسابك وعامل البلان انت نازل تعمل ايه، الداتا الافيلبل معاك ايه، كل التفاصيل الممكنه في البير انت محتاج ان انت تكون عارفها كويس جدا.
طبعا في عندي الويل بورد كومبليشن او السكتش الموجود بتاع البيك بتاع الكومبليشن اللي بيسلمه لنا البرودكشن انجينير او الكومبليشن انجينير، بيكون في كل التفاصيل دي واكتر كمان، وده بيسهل لك الموضوع جدا، ان انت ببساطه جدا تقدر ان انت تعمل الاوبريشن وانت عارف كل تفاصيل البير. هي دي شهاده ميلاد البير. طيب احنا اتفقنا عشان ان انا اعمل ويل انترفينشن، وهنبدا نخش بعد دقايق ان شاء الله على المشاكل الموجوده في الابار وازاي ان احنا بنحلها، او ايه تبدا تفكر ازاي تحل المشاكل دي. طيب انا هستخدم ايه عشان ان انا احل المشاكل دي؟ احنا بنستخدم الدريلنج ريج عشان ان انا احفر البير. طيب عشان تعمل ويل انترفينشن، والله في تكنيكس كتيره موجوده. عندي الواير لاين ليه بعض الاكتيفيتيز كده او بعض الاوبريشنز يقدر ان هو يعملها. طب ان كيس ان الواير لاين ما قدرش ان هو يعمل كل الاوبريشن اللي انا محتاجها، ممكن اروح للكويل تيوب. كويل تيوب موجوده عندنا عباره عن مواسير كده، طبعا ان شاء الله يعني في سيشنز هتبقى خاصه بالكويل تيوب، في سيشن اللي احنا هنقدمها يوم 20 ان شاء الله عن الواير لاين. واخيرا في كمان عندي تول او اكويبمنت بنقول عليها السنابنج يونت، ودي تقدر انها تعمل الاوبريشنز اللي احنا اتكلمنا عنها بسهوله جدا. طيب الورك اوفر يا شباب، زي ما اتفقنا ساعات ان انا ممكن اعمل ورك اوفر عن طريق ان انا اجيب ريج، استخدم الريج اللي انا بستخدمها اثناء الحفر، او حاجه بنسميها الورك اوفر ريج، بتبقى دريلنج ريج صغيره كده، مجرد ان انا بطلع بيها كومبليشن او بعمل كومبليشن جديد، بنزل تيوبنج جوه البير، بريتريف التيوبنج اللي موجود جوه البير، اقدر كمان ان انا اعمل كيلنج للبير من خلالها، اضخ او اعمل بامبنج لبعض البراين او بعض الفلويدز جوه البير عشان ان انا اقتل البير ده. طيب في بعض الاوبريشنز اللي هي ريجلس، وريجلس معناها ان انا هعمل الجوبايه دي من غير ما احتاج بريمه. كلمه ريجلس يبقى انا كده مش محتاج الدريلنج ريج. زي ايه؟ زي التولز او الاكويبمنت اللي بستخدمها في الويل تيستنج. اثناء الويل تيستنج بستخدم الويل تيست باكج اللي هي بتبقى سيبريتور، بتبقى تشوك مانيفولد، بتبقى هيتر، بتبقى سيرج تانك، بتبقى اكويبمنت خفيفه كده، غالبا بتبقى بورتبل او سكيد ماونتد، واقدر ان انا استخدمها، تعتبر بالنسبه لي نوع من الورك اوفر اللي بستخدمه على البير. تول تانية زي السنابنج يونت، تول تالتة زي السليك لاين او الواير لاين، تول تانية او اوبريشن تانية زي الويل هيد مينتنس. الويل هيد مينتنس دي روتين اكتيفيتي بعملها على البير يا شباب كل 3 شهور ل 6 شهور، بتتضمن ان انا بعمل جريسنج للفالفات، اعمل جريسنج ده اللي هو التشحيم، املى الفالفات شحن، افتح الفالفات كلها واقفلها بتاع الكريسماس تري، اتاكد ان الفالفات كلها هولد مش باسنج، مفيش فيها دامج، مفيش فيها كروجن، ببدا ان انا اشوف كل المشاكل اللي موجوده في الكريسماس تري، ودي اكتيفيتيز بنعملها كل تقريبا من 3 ل 6 شهور عشان اتاكد من الانتجريتي بتاعه الكريسماس تري. ممكن استخدم كمان الكول تيوبنج كميثود من ميثودز اللي انا اقدر ان انا اعمل بيها ويل انترفينشن. طيب زي ما اتفقنا كل واحده من التولز اللي بنستخدمها او الاكويبمنت اللي بنستخدمها عشان اعمل ويل انترفينشن ليها قدرات. يعني الواير لاين ده انا ممكن انا استخدمه عشان ان انا اعمل حاجه اسمها تيوبنج جيج كاتر. تيوبنج جيج كاتر ببساطه جدا هي اوبريشن بتتضمن ان انا انزل جوه التيوبنج عن طريق تول كده، اتاكد انها ما فيش فيها اي كولابس، ما فيش فيها اي دامج، الكيسنج نظيف تماما وبيسمح لي بالحركه جواه من غير مشاكل، فده بنقول عليها تيوبنج جيج كاتر. اسامي الجوبات دي يا شباب ممكن تبقى غريبه شويه عليك، لكن ان شاء الله بعد شويه لما تبدا ان انت تقرا الريبورتس الخاصه بالاوبريشن بتاعه الويل انترفينشن هتلاقي الموضوع خلاص، تلاقي عنوان الاوبريشن كده اسمها تيوبنج جيج كاتر. جوبايه تانية ان انا بنزل اعمل ريموف للسكيل اللي موجود في البير. كل واحده من دول ان شاء الله هنبدا ان احنا نشرحها بعد اي بتفاصيل، فما تقلقش. ممكن ان انا ابدا ان انا انزل اعمل ساند بيلر. ساند بيلر ده ان انا انزل اجيب عينه من الساند اللي موجود جوه البير. في وقت من الاوقات ابار بتنتج رمل، الرمل ده بيبدا ان هو يدم البير او يعمل فيلنج للبير، فبحتاج ان انا اخد عينه من الساند ده عشان حاجات كتيره جدا. والله ممكن ان انا كده بنظف البير، باخد جزء من الرمل اللي اترسب جوه البير، ممكن ساعات اخد الرمل ده عشان ان انا اوديه اعمل بيه حاجه اسمها سيف اناليسز، عشان ان انا اعمل ديزاين لنوع معين من الساند سكرين او الجرافل باك، فده بنسميه ساند بيلر. وقت كتير جدا بحتاج ان انا اعمل انستوليشن لبلاجات جوه البير عشان امنع الفلو بتاع البير، اقفل البير ده، فبنزل اسيد بلاجات جوه البير. في مشاكل بتحصل في السيرفيس كنترول سب سيرفيس سيفتي فالف. احنا للاسف لو ما عندناش باك جراوند كويسه عن الكومبليشن فهيبقى الموضوع الى حد ما كومبليكيتد شويه.
بس ان شاء الله هنحاول نفسرهم بعد دقايق بالصور، هتلاقي كل واحده من دول الدنيا فيها اوضح. في وقت من الاوقات بحتاج استخدم الوايرلاين، طبعا كل الاكتيفيتيز دي بتتم عن طريق الوايرلاين. الوايرلاين ساعات بستخدمه بشكل كبير جدا عشان ان انا انزل جوه البير الجاز ليفت فالف في الاوبريشنز اللي هي بتتضمن ان انا عندي كومبليشن في سايد بوكيت ماندريل، او في عندي بير شغال بالجاز ليفت، فبحتاج ان انا انزل جاز ليفت فالف، انزل اعمل له انستوليشن جوه السايد بوكيت ماندريل. ساعات بيبقى عندي في الكومبليشن حاجه اسمها السايد سلايدنج دور او السايد سلايدنج سليف، وده بيبقى اكويبمنت كده جوه التيوبنج، بحتاج ان انا انزل افتحه واقفله، فبعمل شيفتنج لي بفتح الشباك ده او السايد سلايدنج دور ده عن طريق الواير لاين. ممكن ساعات احتاج الواير لاين عشان ان انا اعلق فيه جن وانزل جوه البير اعمل برفوريشن، ده بيتم عن طريق الواير لاين. في اكتيفيتيز كتيره جدا بقى بنسميها ثرو تيوبنج اوبريشنز او ثرو تيوبنج اكتيفيتيز، بتتضمن حاجات كتيره جدا، هو ان انا انزل جوه التيوبنج مش جوه الكيسنج. طيب في وقت من الاوقات بحتاج ان انا الواير لاين ما بيكونش قادر ان هو يعمل لي بعض الاكتيفيتيز، فبحتاج ان انا اروح لتول زي السنابنج يونت او الكويل تيوب. الكويل تيوب على خلاف الواير لاين اقدر ان انا اعمل بيها كيميكال انجكشن، احقن بيها بعض الكيميكال جوه البير. كيميكال زي ايه؟ زي مثلا H2S سكافنجر، كيميكال بحقنه في البير عشان ان هو يمنع السايد افكت بتاع ال H2S. ال H2S ده ماشي بياكل في البايب لاين، بيسبب لي كروجن، بيعمل لي مشاكل. طيب على السيرفس انا هشيله مش مشكله، هلاقي له حل، لكن في الداون هول بقى في التيوبنج اللي موجود في البير هيعمل دامج كبير جدا طبعا للاكويبمنت الموجوده في الكومبليشن اللي في البير. ففي الوقت ده بحتاج ان انا احقن بعض الكيميكال. في كيميكال ثانيه زي الديمالسيفاير، في كيميكال ثالثه زي الكروجن انهيبيتور، في كيميكال رابعه زي الاسيد، ان انا بحقن احماض جوه البير عشان انها تاكل الصخور او تاكل نوع معين من الاملاح المترسبه جوه البير، وبالتالي بحتاج ان انا اعمل لها اسيدايزنج، بنسميها الاسيدايزنج او الاستيميوليشن. طيب في عندي بعض الاملاح اللي بتبقى طبعا كلمه حقن دي يبقى لازم كويل تيوب، لازم يكون عندي مواسير او بايبس موجوده في البير عشان ان انا اعمل الاكتيفيتي دي. ساعات بحتاج ان انا صب اسمنت جوه البير، بعمل حاجه اسمها سيمنت بلج، احقن سيمنت جوه البير عشان ان انا اقفل البير، زي جوبايه اسمها البي اند اي هكلمكم عنها في الاخر. في حاجات تانية بنسميها ثرو تيوبنج جرافل باك، في جوبايه الفيشنج، سكيل كلين اوت. طيب خلينا عشان ما توهكش نبدا ان احنا نتكلم عن كل واحده من الحاجات دي. طيب اول حاجه يا شباب، انا بستخدم الويل انترفينشن تكنيك عشان ان انا اعمل حاجه مهمه جدا، وهي ان انا انزل حاجه اسمها الداون هول جيجز، او ساعات بنسميها الميموري جيجز. الداون هول جيجز او الميموري جيجز دي عباره عن تول بنزلها جوه البير عشان ان انا اسجل بريشر وتمبريتشر في البير من تحت. يعني بنزل جوه البير كده بران هول، وابدا ان انا سيت ميموري جيج، هنا بيكون فيه بطاريه، فيه ميموري كارد، وابدا ان هو اسيب البير لمده معينه. المده دي البير بيبدا ان هو يعمل فيها برودكشن عادي جدا، وابدا ان انا اسجل البيلد اب ريت بتاع البير ده عشان ارسم اي بي ار، او عشان ان انا احدد الليفل بتاع المايه اللي موجود في التيوبنج. ده بنسميها ميموري جيج انستوليشن. هو ده الميموري جيج كده زي ما انت شايف، بيبقى تول كده حديد وفي جواها الميموري كاردز بقى والتوصيلات اللي احنا بنقول عليها دي. وانس ان انت خلصت الاوبريشن بتاعتك بتنزل تاني بالواير لاين تطلعه من البير، وتبدا بتنزل ان انت تطلعه من البير وتبدا ان انت تريتريف الداتا او تاخد الداتا بقى اللي اتسجلت. والله احنا بنبقى ساعات مظبطين الميموري جيج ده ان هو يسجل لي قرايه للبريشر كل نص ساعه، كل 10 دقائق، كل ربع ساعه. التايم انترفال او التايم سبان دي حضرتك تقدر ان انت تعدلها بسهوله جدا عن طريق برنامج على الكمبيوتر، بتوصل الميموري جيج ده عن طريق وصله معينه بتوصله في اللابتوب بتاعك، وبتبدا ان انت بسوفت وير صغير تبدا ان انت تظبط الميموري جيج ده. طيب اتفقنا ان ايه مهمته؟ مهمته ان هو يجيب لي بعض الداتا خاصه بالريزرفوار بريشر وتمبريتشر، يسجل لي البريشر والتمبريتشر بتاع الريزرفوار. طيب
مشكله بتحصل لي في بعض الابار ان انا يكون عندي الابار دي فيها ميه، مشكله بنسميها الليكويد لودنج في الجاز ويل. الليكويد لودنج في الجاز ويل اللي ببقى محتاج ان انا اتاكد هل التيوبنج ده فيه ميه ولا لا، هل البير مليان ميه ولا ده مشكله في البير نفسه والانتاج بدا يقل نتيجه البوتنشال بتاع البير ما عادش انف ان هو ينتج زيت او غاز. فببدا ان انا رانين هول بالميموري جيج ده، الميموري جيج طول ما هو ماشي بيسجل قرايات في المنطقه الفاضيه دي اللي هي فيها غاز، فبتلاقي البريشر جريدينت بتاعه اهو طبيعي جدا، مثلا بيزيد كل حاجه معينه نتيجه وزن الغاز اللي بيزيد كل ما بتنزل. لكن وانس ان انت وصلت للطب بتاع الميه اللي موجود في البير، هتبدا عندك تظهر مشكله الميه. الميه دي ان في ووتر موجود في البير او في ليكويد ليفل موجود في البير، ففجاه هتلاقي الضغط بتاع الميموري جيج ده بدا يزيد. ده دليل على ايه؟ دليل على انك كده دخلت بعد ما كنت ماشي في طبقه مليان في جزء مليان غاز، دلوقتي انت نزلت الطبقه فيها ميه، فهتلاقي البريشر جريدينت بتاعك بدا يزيد بشكل واضح وشكل كبير. المنطقه دي كده بيقول لي والله ان عندي الدبس ده كده خلاص، انت حضرتك دخلت في طبقه ميه، فاذا انت عندك ليكويد فيلد او ليكويد ليفل في البير، الليكويد ليفل ده لحد الدبس ده، انت تقدر انت تحسب بقى البريشر بتاعك على الفورميشن او البريشر اللي اتي للبير او عامل باك بريشر على البير ده تقريبا قد ايه. ده بيتم عن طريق الواير لاين، ان انا بنزل اعمل ميموري جيج عشان بنسميها السيرفي، بريشر تمبريتشر سيرفي، بنسمي الجوبايه دي كده بريشر تمبريتشر سيرفي عشان انا اتاكد من الطب بتاع الليكويد ليفل اللي موجود في البير، وهل البير مليان ميه ولا لا. طيب في اوقات كتيره جدا احنا اتفقنا الاويل فيلد مش يعني نقطه بيس اوف كيك، يعني مش الدنيا مش نظيفه قوي كده زي ما انت متخيل، دي مش مواسير ميه شرب مثلا، لا ده للاسف الشديد التيوبنج اللي انت بتنتج منه ده بيبقى بينتج مواد سيئه جدا زي السكيل، زي الواكس، زي الاسفلت، زي البارافين، حاجات كتيره جدا ممكن تكون مترسبه جوه التيوبنج للاسف الشديد بتعمل لك مشكله اثناء الانتاج. خليني اوري لك مثلا فيديو صغير كده هيوضح لك بس فكره ايه اللي انت ممكن انت تشوفه في البير، او البير ده من تحت فيه ايه، بحيث ان انت تبقى متخيل الفكره، لان البير مش زي ما انت متخيل ان هو مواسير فاضيه ما فيهاش اي حاجه، لا انت ممكن ان انت تلاقي جوه البير بعض الاوبستراكشنز او الحاجات اللي عامله لي مشاكل كتيره جدا. يعني خلينا نشوف دي كاميرا كده نزلت تصور كام حاجه كده جوه البير، ده بير نظيف جدا، التيوبنج اللي انت شايفه ده كده نظيف جدا وما فيهوش اي مشاكل، مجرد شويه كروجن وشويه ملح صغير كده مترصبين املاح سكيل، لكن ده كله بالنسبه لنا يعتبر كروجن مش ازمه كبيره. لكن خلينا اوري لك اشكال تانية، اتمنى بس الفيديو كان واضح يا شباب تمام، لو في حد الفيديو ما ظهرش عنده يا ريت ان هو بس يعرفني. تمام خلينا مثلا نشوف الفيديو ده. طبعا خليني برضو اوريك كده كام حاجة، يعني خلينا نشوف مثلا ده شكل كريسماس تري حصل فيها ليكج في جزء معين، تخيل شكل الليكج اللي انت شايفه ده دلوقتي، مش عارف ممكن يوصل لكم ولا لا، لكن ده كله عبارة عن زيت، زيت وغاز، فتخيل حضرتك دلوقتي ان الليك اللي بيحصل ده دلوقتي انت بتبقى بتتعامل مع حاجه زي دي، ففي الوقت ده للاسف بيبقى الموضوع خطر جدا، واي مشكله صغيره ممكن انها تعمل لك دامج للبير. طيب الضغط اللي احنا عمالين نتكلم عليه، انا عمال اقول لكم ضغوط عاليه، حضرتك شايف انت متخيل شكل الضغط ده عامل ازاي وهو بيركب عليه بلو اوت بريفنتر؟ بص كده شكل الضغط اللي طالع من الويل هيد عامل ازاي، وحجم الضغط ده ممكن ان هو ياثر ويعمل مشاكل قد ايه؟ بس عاوز اجدل الفيديو شويه. طبعا موضوع خطير جدا جدا جدا، الضغط اللي طالع ده مش ميه، ده مش دش، ده غاز، غاز يعني ببساطه جدا اي سورس اجنيشن
فانت هتلاقي كل ده خلاص يعني عمل مشكلة كبيرة جدا. لكن في فيديوهات تانية بس انا محتاج ان انا اوريها لكم عن فكرة اتوقع ان هو كان هنا. ايوه هيبقى هنا. ايوه تعال نشوف ده شكل كبير من الابار بتاعتنا. ده دي كاميرا نازله بس كده، شوف الساند او شوف السلادج اللي موجود في البير، موجود شكله عامل ازاي. البير مش يعني ده كاميرا كده نازله بس تشوف، لان البير اتردم او في كميه كبيره من الاتش تو من السلادج او الساند الموجود في البير. طيب خلينا نشوف فيديو تاني كده. احنا نازلين دلوقتي في التيوبنج اهو، فجأة لقينا في حاجة كده بتعترض طريقنا ومش عارفين ننزل منها، فده كده خلاص في طب اهوت ليه حاجة او لحام او في مشكلة في البيت مش هتخليني ان انا اكمل. يعني الكاميرا مش قادرة تنزل اكتر من كده بسبب ان في اوبستراكشن او في حاجة بتعوق الحركة بتاعتي جوه البيت. خلينا نشوف، عندي تيوبنج تاني اهو، في بين هول، في فتحة في التيوبنج، في دامج حصل للتيوبنج اهو، التيوبنج اتخرم وبقى في عندي دامج في التيوبينج. لا دي شفناها، خلينا نشوف دي مثلا. بير تاني هتبدأ ان انت تلاحظ ان في ترسيب لاسمنت وجرافل جوه البير، يعني بالظبط الموضوع جوه البير مش هتلاقيه بالنظافة اللي انت متخيلها ابدا. هتلاقي دايما في شوية مشاكل بتواجهها. ده على سبيل المثال بير اهو، كنا نازلين في بير المنطقه دي كلها غاز لحد ما هتبدا ان انت توصل للتوب اوف ووتر او التوب اوف ليكويد اللي موجود في البير. ده احنا بنعرفه ازاي؟ بنعرفه عن طريق الميموري جيج او الديفرنس اللي هيحصل في البريشر. انا الفكره ان في فيديو كمان انا محتاج ان انا اوريه لك بس عن ال بيوضح فكرة ترسيب الأملاح اللي ساعات بنلاقيها جوه التيوبينج اللي هي بنقول عليها السكيل يعني. طيب احنا الأول يا شباب لو في حد عنده أي سؤال ولا حاجة، فاحنا كده عدينا أول نص ساعة. ف يعني لو حابب حد إن هو يعمل ريز هاند أو يسأل في حاجة فتمام جدا يعني. معانا دقيقتين كده لو في حد فكر إن هو يسأل في حاجة فتحت أمرك طبعا. خليني اوري لك الشكل اللي انت هتشوفه دلوقتي. ده عباره عن املاح اترسبت جوه بير بسكيل ملح تقريبا كربونات كالسيوم، واترسبت جوه بير زي ما انت شايف كده. لما احنا عملنا لها تنظيف ميكانيكي وطلعنا تيوبنج لقينا المنظر ده، طبعا منظر رهيب يعني. كميه الاملاح دي كانت مترسبه جوه البير نتيجه مشاكل معينه. شايف كده واحنا طالعين بالبير دلوقتي الكيبل بتاع الاي اس بي بامب الموجود في البير مترسب عليه املاح صلبه قد ايه، الراجل بيحاول ان هو يكسرها ومش قادر. وده شكل السكيل اللي في البير شكله بالمنظر ده. حضرتك دايما خلي عندك يقين ان البير اللي احنا شغالين فيه البير اللي احنا شغالين فيه دايما فيه حاجات بتعوق الحركه بتاعتي اصلا وبتعمل لي مشاكل كتيره جدا اثناء عمليه الويل انترفينشن. فزي ما اتفقنا مفيش حد عنده اي سؤال صح كده؟ طيب خلينا نكونتينيو. لو في استاذ عفوا استاذ اتفضل يا هندسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ هاي الصور اللي اخذتوها هسه داخل الكيسين شلون يعني انه اخذت، يعني هل كان البير متوقف مثلا على الانتاج واخذتوا هاي الصور؟ بالظبط بالظبط اللي بيتم ان احنا بنقفل البير هندسه وبنبدا ان احنا ننزل بكاميرا كده تكنولوجي معينه كده على الواير لاين. بنزل بكاميرا، الكاميرا دي بتبدا انها تصور. ده تكنولوجي جديده على فكره، مش حاجه كونفنشنال خالص. هو بينزل بس جوه البير والبير واقف عادي خالص، الضغط تمام، في زيت وغاز وتمام جدا، بس بنزل عشان انا اعمل التصوير ده واعرف ايه المشاكل اللي انا بشوفها. طيب خليني الاول بس اجاوبك على السؤال بتاع how to prevent salt deposits
وات كايند اوف كيميكال. طبعا يا شباب مشكلتنا زي ما اتفقنا ان في بعض الاملاح اللي انت شايفها دي، كل ملح من الاملاح اللي بتترسب في الابار بتختلف. الاملاح دي بنسميها السكيل، ودي بتبقى عباره عن انواع مختلفه من الاملاح، ما بين الكالسيوم كربونيت، ما بين الكالسيوم البي ار سي ال 2، بعض الكيميكال بتكون موجوده. الاملاح دي انا باخدها واديها المعمل وابدا ان انا اشوف ايه الحمض او الاسيد اللي انا لما احاول ان انا احط الملح ده في دو. احنا عارفين ان دايما في تفاعل بيحصل ما بين اي حمض وقاعده، فببدا ان انا اخد الملح ده واحاول ان انا اعمل له ديسولفنج او تنظيف عن طريق حمض معين. فببدا ان انا اجرب الاحماض الموجوده عندي في السوق وابدا اشوف انهي حمض قدر ان هو ياثر على الملح ده، وبيبقى طبعا في النهايه ببدا ان انا اختار الحمض اللي هيبدا ان هو يعمل لي الكليننج ده، فبنسميها الاسيد ووشنج او الاسيد ستيميوليشن او السكيل ريموفال عن طريق الكيميكال اسيد انجكشن. فبنبقى احنا عرفنا كده خلاص نوع الملح ده. باشمهندس علي عنده سؤال، لو حابب تقدر تفتح المايك على طول وتتكلم اتفضل. خلينا نجاوب على، اتفضل يا هندسه. زياده الضغط داخل لما الجهاز يكشف انه الضغط ازداد بشكل ملحوظ عن الضغط اللي كان موجود بحاله انتاج الغاز او جريان الغاز، صح؟ معلش سؤال تاني هندسة ما فهمتش. لما يجي الغاز راح يكون الضغط بزيادة طفيفة أو يعني غير ملحوظة إنه هي زيادة كبيرة، بس إذا مر عندي ليكويد راح يكون زيادة الضغط عالية وملحوظة، صح؟ بالضبط بالضبط تماما. لو أنت جيت توزن يا هندسة، لو أنت تشوف البريشر جريدينت بتاع الغاز، فهتلاقي ان كل واحد بي اس اي من الغاز ما بيدينيش بريشر اصلا، يعني رقم لا يذكر لان وزن الغاز ولا حاجه. لكن وانس ان البريشر جيج ده دخل في طبقه فيها ميه، فهيبدا يلاقي تقريبا نص بي اس اي لكل قدم. يعني ببساطه قوي خليني معلش اوضح لك الفكره دي. لو انت عندك واحد قدم كده مكعب ازازه او برطمان وده فيه غاز من جوه، لو احنا جينا نشوف الوزن بتاع الواحد قدم من الغاز ده هنلاقي تقريبا 0.01 بي اس اي. طيب لو جبنا نفس الفوليوم ده بس حاطين فيه ووتر، الوزن بتاعه او البريشر اللي هيعمله تحت كل واحد قدم، ده واحد قدم برضه، هلاقي الوزن اللي بيطلعه تقريبا 0.5 بي اس اي، فنص بي اس اي لكل قدم. انت كنت ماشي كده الضغط بتاعك بيزيد، كل قدم بتنزله بنزيد 0.01 بي اس اي. لما وصلت للطبقه اللي فيها ميه او المنطقه اللي فيها ميه بدا الضغط يزيد تقريبا نص بي اس اي لكل فيت، فانت كده اتاكدت ان انت دخلت في طبقه ميه. تمام. طيب ما ممكن يكون هذا نفط يعني اويل؟ جميل جدا. النفط المفروض ان الزيت، خلينا نقول لو انا في عندي زيت، فالزيت المفروض ان هو تقريبا 0. مثلا 3 بي اس اي. ففي كل الاحوال انا كده عرفت ايه نوع الفلويد اللي موجود في البير والدبس بتاعه بالظبط، او الموجود على العمق قد ايه، التوب اوف ليكويد ده موجود على دبس قد ايه، بعرفها كويس جدا من الرقم اللي انت شايفه ده، بنسميه البريشر جريدينت. واضح؟ يعني الكل فلويد اكو زياده بالضغط محدده مسجله عندنا مسبقا. بالظبط، انا ببقى عارف اصلا البريشر اللي بينتج عن الغاز قد ايه، والبريشر اللي بينتج عن الزيت قد ايه، والبريشر اللي بينتج عن الميه قد ايه. وانس ان انا اعرفهم، فبالتالي وانس ان في تغير حصل في البريشر جريدينت وانت نازل، انت كنت نازل اهو تمام جدا الضغط بيزيد بمعدل ثابت جدا، فجاه الضغط ده زاد قوي، كده معناها ان انت دخلت في طبقه ليكويد. السلوب او الميل بتاع الخط ده ببدا ان انا احسبه واعرف السلوب ده مقداره قد ايه، وبالتالي بعرف البريشر اللي موجود ده جاي من ميه ولا جاي من زيت ولا جاي من كوندنسيت. تمام. طيب ازاي ان انا بقتل البير والظاهر اللي هي امتي، ازاي بقتل البير بالشكل ده؟ البير بنقدر نقتله هندسه، هنتكلم في اخر سلايد عنها تماما ما تقلقش. If will intervention means working on will life، طبعا اتفقنا ان will intervention معناها ان البير بتاعنا بير حي، بير بينتج. وممكن ساعات ببقى شغال على فكره على بير ميت، ساعات بير اصلا ما فيهوش ضغط وبعمل عليه will intervention، لكن في الماجوريتي بتاعت الاوبريشن احنا فعلا بنعمل الويل انترفينشن على بير لايف، في جاز في ليكويد والدنيا شغاله فيه تمام. الدمج اللي صار عفوا استاذ الصوت واضح.
الصوت طيب تمام كده الآن دلوقتي صح؟ واضح الآن. تمام. الباشمهندس اللي بيسأل على الدامج الموجود في التيوبنج، هكلمك دلوقتي ازاي ان احنا بنعالج المشاكل دي دلوقتي حالا في الصور اللي جايه برضه ان شاء الله. What the source of salt deposition؟ السورس، حلو جدا السؤال ده يا هندسه. المصدر بتاع الملح اللي اترسب ده، احنا اتفقنا ان احنا عندنا فورميشن ووتر، ميه موجوده في الطبقات، الملوحه بتاعتها او السالينيتي بنقول عليها سالينيتي عاليه جدا، بتوصل لحد 100,000 بارت بير مليون، ده رقم ضخم جدا. تخيل ملوحه البحر مثلا بتوصل لحد 10,000، الميه المالحه اللي موجوده في البحر دي لو جينا نقيسها بنقيس الملوحه اللي في البحر دي تقريبا 10,000 جزء في المليون. طب تخيل لو هي 100,000 بارت في برمليون، فالميه اللي احنا بنشربها نفسها فيها املاح، عند درجات حراره معينه وضغوط معينه وعند اوبريشن كونديشن معين بتبدا ان انت تلاقي للاسف عندك بعض الترسيب بتاع الملح ده. فالفورميشن ووتر ده سورس من مصادر الملح اللي موجوده فيه، هو ده اللي بيترسب في البير. لو بير بنعمل فيه ووتر انجكشن او حقن ميه عشان انت تعمل انهانسد اور ريكفري، بيبقى فيها املاح، الانكومباتيبلتي او اختلاف الميه اللي انت بتحقنها عن الميه الموجوده في البير برضو ده بيسبب لي مشاكل، اللي هو ان ده فيه ملح معين وده فيه ملح معين، فبيبقى فيه انكومباتيبلتي او عدم توافق ما بين الميه دي والميه اللي موجوده في البير، وبالتالي بيتفاعلوا مع بعض ويرسبوا انواع معينه من الاملاح. طيب استاذ سؤال، هم مرات تفضل. يعني الورك اوفر قلنا يعني نزل انابيب تكون يعني اقل قطر من الكيسنج ويعني تدخل بالبير، هم مرات يعني مظبوط. نزل واير لاين، يعني بعض الاحيان نزل واير لاين وتعتبر ورك اوفر. بالظبط، الواير لاين هيعتبر بالنسبه لي في الوقت ده، لا هيعتبر ويل انترفينشن، احنا اتفقنا ورك اوفر ده بيبقى جوبايه كبيره شويه بتبقى محتاجه رج مثلا. بالسلايد اكو كتبت يعني يدخل الواير لاين اللي هو ثلاث انواع، كتبت النوع الاي ال والبي ال، يعني شفتها يعني خليتها من ضمن الورك اوفر. ممكن يبقى دي مجرد تعديل بسيط بس يعني، لكن هي في العموم الواير لاين غالبا بستخدمه كويل انترفينشن. الكويل تمام تيوب اقدر استخدمها ويل انترفينشن واقدر استخدمها ورك اوفر، يعني هي التصنيفات يا هندسه مش تصنيفات ستاندر، يعني مش هتلاقي كتاب بيقول لك ان التصنيفات لازم تكون بالشكل ده، هي بيبقى كلها بيزد على الاوبريشن اللي انت نازل تعملها. تمام. طيب خلونا نكمل، وكده كده برضه بعد نص ساعه تاني ان شاء الله نستقبل الاسئله لو في حد عنده اي اسئله. فتمام جدا. طيب اتفقنا يا شباب ان انا عندي اول مشكله بتواجهني هي الملح اللي انت شفته من شويه ده اللي احنا بنقول عليه السكيل. السكيل وقلنا انها بتبقى عباره عن املاح جايه لي من سورس كتير جدا، منها الفورميشن ووتر، الميه المالحه اصلا اللي موجوده في الابار اللي ما فيش بير غاز او زيت في العالم ما فيهوش ميه، لازم بيبقى فيه ميه والميه دي ليها درجه ملوحه عاليه، فالووتر ده بيبقى فيه ملح وبيبدا ان هو يترسب لي على التيوبنج زي ما حضرتك شايف كده. مش الملح ده بس، انا ساعات بيبقى عندي ساند، الرمل اللي طالع من الطبقات نفسها بيبدا يترسب لي جوه التيوبنج، واكس نوع من الشموع بيترسب جوه التيوبنج، اسفلت خصوصا في ابار الزيت بيكون فيها الاسفلتين او القار اللي انت شايفه اللي هو الاسود ده بيبقى مترسب على جدران التيوبنج وقافلها تماما. السكيل اتفقنا اللي هو السولت، البارافين، بعض الشموع، بعض الهيدريتس، كل دي شايف انت التيوبنج اللي حضرتك عامل له ديزاين ومنزله البير ده عشان ان هو وليكن قطره يكون 4 انش عشان ان هو ينتج لك فلو وليكن 5000 برميل في اليوم. طيب تخيل ان القطر ده ما عادش 4 بوصه، لا للاسف الشديد في حاجات جت قفلته بقى خلاص الافكتيف اريا او المساحه اللي انت بتنتج منها تقريبا 2 بوصه، فهتبدا تلاقي البير بتاعك اتخنق وبدا يظهر فيه مشاكل والانتاج بتاعك يقل ويبدا يحصل فيه مشاكل في الانتاج. فبيبقى في الوقت ده بحتاج ان انا انزل اعمل ريموفنج للاوبستراكشن او المعوقات بتاعه الانتاج دي. والله ممكن انزل ببساطه جدا اعمل بكويل تيوب، انزل اعمل ميكانيكال كليننج للتيوبنج عن طريق ان انا بستخدم دريل بيت او نوع معين من الدقاقات اللي بس بتستخدم في الحفر، وابدا ان انا انزل اعمل ميلينج او حفر للسكيل ده لو كان هارد قوي او صلب جدا ومش قادر ان انا يعني اعمل له اذابه. بعض السكيل للاسف ما بيدوبش، في بعض انواع السكيلز ما بتدوبش في الاحماض، انواع مختلفه انواع كتيره يعني. طيب ايه الحل؟ الحل هو الميكانيكال بقى، الميكانيكال هو ان انت تنزل جوه البير عن طريق كويل تيوب، وابدا ان انا اعمل دوران سريع بالكويل تيوب ده او بالبت او الدقاق ده
فيبدا ان هو ياكل لي السكيل المترسب جوه التيوبنج ده ويشيله عن طريق الميكانيكال روتيشن او الحركه الدورانيه القويه اللي انت هتعملها جوه التيوبنج. طيب الاسهل من كده وساعات بتنفع كتير جدا هو ان انا بعمل سكيل ريموفنج عن طريق الكيميكال ريموفال، زي ما اتفقنا ان انا باخد عينه من السكيل اللي موجود عندي ده اوديها المعمل وابدا اشوف انهي حمض اتفاعل معاها وقدر ان هو يكسرها او يدوبها. فبستخدم الشكل اللي انت شايفه كده، انزل جوه البير اعمل اسيد ووش. اسيد ووش يعني ايه؟ يعني بستخدم دش كده او زي نوزل كده تبدا انها تعمل لي جيت قوي جدا لاسيد، وابدا احقنه على جدران التيوبنج من جوه. لما ابدا ان انا اعمل الانجكشن بتاع الاسيد ده بيبدا ان هو يجي على الملح ده فيتفاعل معاه ويدوبه بعد فتره معينه. طيب ممكن اعمل ويل انترفنشن كمان يا شباب. يبقى انا كده اول طريقه عملت ويل انترفنشن عشان ان انا اشيل معوقات الانتاج الافلال التيوبنج زي السكيل زي السولت زي حاجات كتيره جدا ممكن تكون موجوده في البير، ابدا ان انا انزل ادوبها او انضفها او اشيل السكيل ده. ودي مشكله موجوده باستمرار، مش حاجه، لا حاجه انت اكيد هتشوفها يعني. طيب تاني حاجه ممكن اعمل ويل انترفنشن عشان ان انا اقلل انتاج الميه، اعمل اليمينيشن للاكسسيف ووتر برودكشن من البير. عندي بير كان بينتج زيت، فجاه مع الزمن هبدا ان انا الاقي انتاج البير ده يوم عن يوم، ده التايم وده البرودكشن ريت او الكيو. مع الوقت انتاج الزيت بدا ينزل وانتاج الميه في الناحيه الثانيه بدا يزيد 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 لحد ما خلاص انتاج الزيت ما عادش قادر، الزيت ما عادش قادر يتغلب على الميه ويطلع لي على السيرفس. فكان عندي بير بينتج زيت او غاز وفجاه بدا ينتج ميه بشكل كبير جدا، فببقى في الوقت ده محتاج ان انا انزل جوه البير عشان ان انا اعمل حاجه اسمها ووتر شات اوف. ووتر شات اوف ببساطه جدا هو ان انا هنزل اشوف المكان اللي بينتج الميه ده واحقن فيه سيمنت مثلا، اضخ اسمنت عشان ان انا اوقفه خالص. هو ده البرفوريشن اللي بتطلع ميه، هنزل اقفلها تماما عن طريق بلجه او عن طريق ان انا اعمل سكويز سيمنت او ان انا اعمل ريبيرف. المهم ان في النهايه بنزل اوقف انتاج الميه من الطبقه اللي فيها ميه دي، اخلي الزيت بس او الغاز هو ده اللي انا اقدر ان انا انتجه بسهوله جدا. تمام. طيب في ساعات تانية ممكن ان انا انزل عندي طبقتين بينتجوا مثلا، خليني اوريك شكل كده. لو انا عندي ده بير يا شباب وعندي فيه طبقتين بينتجوا في البير ده، والطبقه الثانيه على دبس اعلى شويه، الضغط بتاع الطبقه دي 3000 بي اس اي والطبقه بتاع دي 3000 بي اس اي، وفي وقت من الاوقات انا بنتج من هنا وبنتج من هنا والفلو بتاعي جاي عادي جدا طالع كده عادي الاثنين 3000 بي اس اي فما فيش اي مشكله. لكن بعد شويه بدات افاجئ ان الطبقه دي ضغطها ما عادش 3000 وبدا ان هو ينزل جدا، وبدا يبقى فيه كمان بقت 2000 بي اس اي وبقت بتنتج ميه. في الوقت ده انا محتاج ان انا انزل رانين هول عشان ان انا احط هنا كده زون الايزوليشن، اعزل الطبقتين دول عن بعض، اقفل الطبقه اللي تحت وانتج من الطبقه اللي فوق بس. طيب خليني الطبقه اللي فوق هي اللي ضغطها قلت، لان انا متاكد ان السؤال ده هيجي لي. الطبقه اللي فوق لو هي اللي بقى ضغطها 2000 1000 بي اس اي بس، فدلوقتي انا محتاج ان انا اقفل الطبقه دي. فالطبقه دي هقفلها ازاي؟ هبدا ان انا انزل بتيوب حاجه اسمه الاستراد سيستم، واحط بكر هنا كده وبكر هنا كده. الطبقه دي دلوقتي خلاص ما عادتش تقدر تنتج، الطبقه اللي هتنتج دلوقتي هي الطبقه اللي تحت اهي، والفلو هيطلع من هنا لحد فوق كاني عملت كوبري او بريدج على الطبقه اللي الضغط بتاعها نزل. ده برضو حاجه بنسميها الاسترادل باكر او سكاب مش فاكر بي فور بن ولا بي فور بوك، سكاب باكر ده نوع تاني من الباكرز. ففي كل الحالات الفكره دي بنسميها الزونال ايزوليشن، او ان انا بمنع طبقه معينه عن الانتاج. هنا زي ما انت شايف الطبقه اللي تحت هي اللي ضغطها قل او بدات تنتج ميه، نزل حط
حاجه اسمها بريدج بلج تحت، حاجه شبيهه بالبقر جدا، وصب فوقها طبقه اسمنت، وخلاص الفلو بتاعي هينتج من الطبقه العلويه او الطبقه اللي موجوده فوق. طيب زي ما انت شايف انا ممكن ان انا انزل الاقي طبقه اعمل لها ووتر شات اوف عن طريق سيمنت بلج، احقن اسمنت جوه الطبقه دي عشان انا اقفلها تماما. دي طبقه بقت طبقه مزعجه بالنسبه لي، بتنتج ووتر، بتنتج جاز، عامله مشاكل كتيره جدا. فبيبقى في الوقت ده الطبقه دي محتاج ان انا اعزلها تماما عن الانتاج، فبنزل اعمل لها بامبنج للسيمنت، احقن اسمنت فيها. طيب ساعات زي ما احنا اتكلمنا من شويه بضطر ان انا انزل اعمل انفليتابل باكر او استرادل باكر او سكاب باكر، عشان ان انا في طبقه تحت اهي، الطبقه اللي تحت دي هتنتج من خلال البكر اللي انت شايفه ده، والفلو هيطلع لي على السيرفس. والطبقه اللي فيها الووتر او اللي بتنتج ميه اتعزلت تماما عن طريق بكر على في الاب وبكر في الداون، وكده خلاص كاني عملت كوبري خلاص على الطبقه دي، او الطبقه دي كده خلاص انتهت او قفلت البرفوريشنز بتاعها خلاص، وقررت ان انا انتج من الطبقه اللي تحت. وبيبقى ساعات على فكره احنا عندنا ساعات بيبقى في اكتر من 10 طبقات بتنتج مع بعض عادي جدا. طبقه مثلا عند دبس 1500 متر، وطبقه ثانيه عند 1650، وطبقه ثالثه عند 1710، وهكذا طبقات مختلفه. بحتاج ان انا كل شويه انزل اقفل طبقه واسيب الطبقات الثانيه تنتج عادي جدا. طيب واحده من اهم الاسباب اللي انا اعمل ويل انترفينشن، اتمنى بس يا شباب كده الدنيا تكون واضحه مع الناس، لو في حد عنده اي سؤال زي ما اتفقنا فالشات بوكس هنبص عليه كلنا وهنشوف الاسئله اللي جت. طيب واحده من الحاجات الاسباب اللي انا بضطر ان انا اعمل ويل انترفينشن عشانها هو ان انا اعمل راننج ارتفيشال ليفتنج. راننج الارتفيشال ليفتنج يعني ايه؟ يعني في ابار انتاجها ما بيكونش انتاج طبيعي، ما بتقدرش انها تشتغل بالناتشرال فلو بتاعها، فبتحتاج ان انا انزل اعمل لها ارتفيشال ليفتنج. فبعض انواع الارتفيشال ليفت دي بتحتاج واير لاين او كول تيوب عشان ان انا انزلها البير. حد ممكن ان هو يقول لي في الشات بوكس كده بس بسرعه ايه هي الارتفيشال ليفت اللي بتحتاج ان انا انزل انزلها البير عن طريق واير لاين؟ جيت بامب. جميل جدا يا هندسه، جيت بامب طبعا. اي اس بي غالبا مش هتنفع، جاز ليفت فالف طبعا. لا الاي اس بي يا شباب، لا الاي اس بي في معظم الاوقات 99% من الكونديشنز اللي بنزل فيها الاي اس بي بتنزل على كومبليشن تيوبنج او عن طريق ريج، لازم ان انا انزلها بريج. صعب جدا ان انا انزلها بواير لاين الا في كونديشنز مختلفه كده بداوا ان هم يطوروه في الفتره اللي فاتت، وبدا في حاجه اسمها ثرو تيوبنج اي اس بي، لكن الاي اس بي ما بتنزلش بالواير لاين. عشان ان انا الله ينور يا شباب، خلينا نقول اول حاجه الجاز ليفت. الجاز ليفت كارتفيشال ليفت هي اكتر انواع الارتفيشال ليفت اللي بتنزل بالكويل تيوب او الواير لاين. بنزل كده اسيد جاز ليفت فالف جوه السايد بوكيت ماندرل. النوع الثاني من الارتفيشال ليفت اللي ممكن اعمله هو الجيت بامب. جيت بامب بتبقى عباره عن نوزل كده بتنزل جوه البير، وبستخدمها عشان انا انجكت هيدروليك فلويد، غالبا بيكون ميه، وبيبدا ان هو ينتج بسهوله جدا. فمش كل الارتفيشال ليفت طبعا، اي اس بي صعب، سكر لود صعب جدا، ما ينفعش ان انا انزلها بواير لاين او بكول تيوب. طيب زي ما احنا شايفين كده، طبعا انا عارف ان في سؤال جه من شويه فهنرد عليه بعد دقيقه. تمام، الواحدة من الحاجات اللي انا زي ما اتفقنا بنعملها عشان ان انا اعمل ويل انترفينشن عشان ان انا انزل ارتفيشال ليفت هو ده الجاز ليفت فالف. الشكل اللي انت شايفه ده بنسميه السايد بوكيت ماندريل، بتبقى واحده من البايبس او المواسير الموجوده في التيوبنج، فيها جزء كده في الجنب، جزء واسع كده اسمه سايد بوكيت ماندريل. السايد بوكيت ماندريل ده اقدر ان انا انزل عن طريق واير لاين. لو حد يعرف الواير لاين تول دي اسمها ايه يبقى زي الفل. واير لاين تول بستخدمها عشان ان انا انسرت الجاز ليفت فالف. ببدا ان انا انزل. لا مش دامي فالف يا هندسه ولا سليك لاين، هو السليك لاين اوكي بس عن طريق تول. بقى التول دي بتركب في الواير لاين وبتبقى شايله الجاز ليفت فالف. ممكن تسجل بدون حسابات. جاز ليفت فالف ببدا ان انا انزله عن طريق الواير لاين واسيته جوه السايد بوكيت ماندريل. لو في حد عارفها حاجه اسمها الكيك اوفر تول.
الكيك اوفر تول دي بتبقى عباره عن تول كده في الواير لاين، ببدا ان انا استخدمها ان شاء الله، هنتكلم عنها في الجزء بتاع الواير لاين في السيشن بتاعتنا يوم 20 ان شاء الله. بتبدا ان انت تنزل زي ما انت شايف كده اهو، يعني في المرحله الاولى على اليمين دي هو نزل دلوقتي بالكيك اوفر تول، راكب فيها الجاز ليفت فالف، هينزل يركبه جوه الجراب بتاعه او الفراغ اللي موجود جوه السايد بوكت ماندريل ده، عمل له سيتنج خلاص كده، خلاص السايد بوكت ماندريل بقى في مكانه، بيطلع على السيرفس تاني من غير اي مشكله. طيب من شويه في بعض المشاكل بتبدا تظهر لنا اثناء الانتاج، زي ان انا اول ما بدات الانتاج نزلت البير تيوبنج قطره 4.5 بوصه عشان ان انا انتج 5000 برميل بير داي، لكن بعد شويه البير بدا كميه الفلو اللي طالعه منه تقل، فبدا الانتاج بتاعه يقل شويه، فال 4.5 ده اصبح تيوبنج كبير قوي على البير، البير ده ما عادش يستحمل التيوبنج ال 4.5. فواحده من الطرق اللي احنا بنستخدمها دلوقتي هي اسمها الفيلوسيتي سترينج او السايفون سترينج. طيب ده عباره عن ايه؟ عباره عن اني هنزل ماسوره جديده جوه التيوبنج لكن قطرها اصغر شويه، يعني شوف كده حضرتك لما كنت شغال بتيوبنج 4 بوصه كان الفلو اللي طالع لي تقريبا 3000 برميل، لكن لما هستخدم تيوبنج 2.7 تتمان هيديني 2000 برميل بس، لكن الايه اللي انا كسبته؟ كسبت ان البريشر بتاع البير ده بدا يزيد. دي حاجه بنسميها الفلوس سترينج وبنستخدمها في الابار اللي انتاجها بدا يقل نتيجه استخدام كومبليشن كبير او كومبليشن غلط، وخصوصا في الابار بتاعه الغاز اللي فيها جاز ليكويد لودنج. فبيبقى ايه اللي بيحصل؟ بنزل تيوبنج صغير جوه التيوبنج الكبير، والانتاج بتاعي بيتم من خلال التيوبنج الرفيع ده، فبيبقى الانتاج بتاعي سرعه الفلو بتزيد والفلو بتاعي بيبقى احسن بكتير. طيب واحده من الاكتيفيتيز اللي اقدر اعملها بالويل انترفينشن تكنيكس هي ان انا اعمل بيرفوريشن للبير. بيرفوريشن هو التخريم، هو ان انا انزل باي لاين. اي لاين هو عباره عن واير لاين لكن في سيجنال كهرباء، في طريقه، في كيبل كهرباء بنزله في البير كده متعلق عليه جن او مدفع موجود حواليها طلقات، اعتقد انتوا شفتوها يا شباب اكيد، يعني اكيد حد شرح لكم فكره البرفوريشن. خليني اوري لك كده بسرعه حاجه. دي شكل الجن يا شباب اللي بتنزل في البير محشيه بالطبقات، هي دي الجن بالظبط، بنزلها جوه البير. وانس انها نزلت البير عند مكان معين، فاقدر ان انا عن طريق الواير لاين او الالكتريكال لاين ادي سيجنال من على السيرفس عشان الطلقات دي تبدا انها تخرج، اهي هي دي الجن بالظبط بيحشيها دلوقتي بالطلقات، ويبدا ان هو ينزل البير ويبدا ان هو يعمل فايرنج، فتبدا الطلقات دي تخرم التيوبنج وتعدي جوه الفورميشن عشان ان انا اعمل مسار للفلو او مسار للانتاج بتاعي عشان ان انا ازود الانتاج. فالطريقه دي بتتم عن طريق السليك لاين او الواير لاين، هي دي الطلقات اهو. وانس انها نزل عند الدبث اللي هو عاوزه، شوف كده اللي هيحصل دلوقتي فايرنج، الطلقات دي بدات انها تخرج تخرم الطبقات كلها، ويبدا ان الفلو اللي في البير او الزيت والغاز يبدا ان هو ينساب الى السيرفس من غير اي مشاكل. ده بنسميه البرفوريشن. طيب نقف دقيقه لو في حد عنده سؤال، واجاوب كمان على السؤال بتاع الباشمهندس من دقيقه. طيب احنا عندنا باشمهندس عباس كان بيسال بيقول اذا استخدمت الاذابه للسكيل او الاملاح للجدار الداخلي التيوبنج راح تترسب اسفل البير. لا طبعا يا هندسه، هو وانس ان انت دوبت الملح او السكيل اللي موجود في البير على طول، اول ما الجوبايه تخلص بنبقى حاسبين على فكره التايم اللي الاسيد هياخده عشان ان هو يدوب السكيل ده، وبنعرف ان بعد ساعتين مثلا هيكون كده خلاص الاسيد ده قدر ان هو يدوب 90% من السكيل. في الوقت ده بعمل حاجه اسمها فلو باك، بفتح البير بسرعه جدا عشان ان هو ينتج، فالفلو بتاع البير بيطرد كل السكيل وكل الملح اللي داب ده يطرده على السيرفس، عشان سيبك اصلا من ترسيب الملح، انت متخيل الحمض اللي انت ضخيته ده هيعمل ايه في التيوبنج؟ التيوبنج ده حديد، فالحمض اللي انت ضخيته ده لو سبته في البير للاسف هيحصل لي دامج للتيوبنج وكروجن، والتيوبنج هيتبهدل تماما.
فبيبقى في الوقت ده لازم ان انا اعمل فلو باك للكيميكال اللي موجود في البير ده واطلعه على السيرفس على طول عشان ان هو يروح في اي مكان او يطلع بعيد تماما عن البير عشان ان هو ما يسببليش المشاكل دي. في اي سؤال يا شباب عند اي حد؟ نعم لو سمحت استاذ عمر، انا عندي سؤال. تفضل. السؤال على جاز ويل، انخفض الانتاج او انقطع الانتاج بشكل مباشر، كانت 6000 كيوبيك متر بي اور، انقطع الانتاج بشكل مباشر فزيرو لبيلر، فبعد البيلر رجع الانتاج نصف الانتاج. جميل. فنتيجه الهيستوري تبع الويل، مراجعه الهيستوري تبع الويل، ممكن يكون في سكيل، بس هل حالات السكيل تتم بهذا الشكل او يكون الانقطاع فعلا تدريجي؟ شكرا. طيب جميل جدا يا هندسه. انا بس خليني معليش اسالك قبل ما تمشي، الساند بيلر طلع ساند من البير ولا ما كانش فيه ساند، طلع لك سكيل بس؟ البيلر ما طلع ولا اي شيء، ما طلع لا ووتر لا ساند ولا اي شيء، بس طيب ما بعرف اذا كان الامر صدفه او لا، رجع الانتاج نصف الانتاج. طيب السيرفيس كنترول سب سيرفيس سيفتي فالف كان حالته ايه طيب في الوقت ده؟ هل كان في سيرفيس سيفتي فالف موجود وكان حالته تمام اكيد ما كانش قافل؟ موجود وكان نظامي، ما في اي مشكله. جميل. طيب احنا اول حاجه هندسه، فكره ان انا عندي بير الانتاج بتاعه يقف مره واحده وهو كان بيجيب 6000 متر مكعب، دي ده مستحيل يحصل، لان ببساطه جدا السكيل اللي انت شايفه ده او الملح ده بيترسب، محتاج زمن كبير قوي، محتاج وقت عشان يحصل بريسيبتيشن او يحصل سكيل بيلد اب، فده بيحصل في وقت كبير. انت بتبدا تلاحظ ان الانتاج بتاعك بينزل واحده بواحده، يعني النهارده كنت بجيب 6000، بكره تلاقيها بقت 5700 6400 وهكذا، لكن الفلو كان ماشي كده وفجاه بقى زيرو، ده مستحيل يكون بسبب سكيل. طيب ايه اللي ممكن يكون حصل؟ ممكن يكون حصل عندك ساند فيل، زي ما انت شايف كده الطبقه بتاعتي بتنتج اهي، لكن قدامها طبقه من الساند قفل كان ردم البير، او السكيل بدا ان هو يقفل البرفوريشنز تماما. طيب ده برضه ممكن ان هو يحصل بشكل تدريجي، لكن فكره انه يحصل مره واحده كده ده غالبا ميكانيكال بروبلم في تيوبينج. ميكانيكال بروبلم في تيوبينج معناها ان انا التيوبينج يكون فيه مثلا كنترول فالف قفل، يكون فيه بلجه في البير انا نسيها، يكون في اي مشكله ميكانيكيه على السيرفس او جوه البير، لكن مستحيل ان الانتاج ينزل مره واحده. زي ما انت قلت، انا نزلت بالساند بيلر وانا نازل جوه التيوبينج اكيد بدا يخبط في اي سكيل مترسب فيفتحه، لكن ممكن يكون عندك على فكره ال 6000 دي اصلا ممكن ما تكونش هي دي انتاج البير الطبيعي، وان يكون في سكيل مترسب فعلا جوه التيوبينج، وكان الفتحه الصغيره اللي كان بيدي لك منها ده كان بيدي لك 6000 متر كيوب بير اور او بير داي، لكن انت لما نزلت فانت فتحتها شويه بس، فهي غالبا في الوقت ده كان في سكيل ممكن موجود، لكن كان فاتح لك فتحه تدي لك ال 6000 ده وفجاه اتقفلت وانت لما نزلت بالساند بيلر فتحتها، لكن البيلد اب بتاع السكيل بياخد وقت فعلا. طيب ساند بيلر ديد وات افيشنت ورك براير بوتوم بول اوت فول. ممكن. Sir, I have been reading some sources that said installing gas lift valve is not well intervention job. It's related to workover. طيب زي ما اتفقنا يا هندسة، ما فيش حاجة اسمها workover job وwell intervention job، دي حاجة ودي حاجة، هما الاثنين نفس الاكتيفيتي، هما الاثنين بيتموا بنفس الفكرة، لكن زي ما قلنا التفرقة البسيطة ما بينهم، واحدة بتحتاج أكل البير واحدة ما بتحتاجش. الويل انترفينشن قلنا أنها حاجة خفيفة مش محتاجة ويل انترفينشن، يعني مش محتاجة أن أنا أقتل البير، فوأنا بنزل الجاز ليفت فالف أنا مش محتاج أبدا أن أنا أقفل البير إطلاقا، أو مش محتاج أن أنا أقتل البير سوري، فالبير بيبقى لايف، فالوقت إيه المشكلة أن أنا أنزل جاز ليفت فالف، فبالتالي يعتبر ويل انترفينشن ميثود مش ورك أوفر ميثود. تمام. Killing fluid, shot in the well, then installing. لا طبعا، انا عشان انا نزل جاز ليفت فالف اقتل البير، لا طبعا قتل البير ده مش عمليه سهله يا شباب، احنا ممكن نقتل البير وما يقومش تاني، بير كان بينتج زي الفل وانت عملت اجريسيف ويل كيلينج للبير، البير ما ينتجش تاني، كل مره هتقتل فيها البير اعرف ان الانتاج بتاعك مش هيرجع زي ما كان ابدا، الانتاج بتاعك هيقل للاسف، فقتل البير ده مش حاجه بسيطه ان احنا نروح ليها بسرعه كده. إذا جاز ليفت ورك اوفر اوبريشن اور انترفينشن، والله ما هي فرق يا شباب، قلنا والانترفينشن ورك اوفر زي ما انت تسميها،
لكن هو يعتبر بالنسبه لنا ان ماي اوبينيون هو عباره عن ويل انترفينشن تكنيك. انا مش محتاج اقتل البير عشان ان انا ارن جاز ليفت فالف ابدا. لو هحتاج ان انا اقتل البير برضه انا ممكن اسميها ويل انترفينشن وممكن اسميها ورك اوفر، لكن مفيش حد فاصل ما بين الاثنين. مفيش، ما اقدرش ان انا اقول ده بالنسبه لي ورك اوفر وده ويل انترفينشن. المهندس اللي بيعمل الجوبايه دي هو نفس المهندس اللي بيعمل الجوبايه الثانيه، فمفيش فرق خالص ما بين ويل انترفينشن وجاز ليفت. لو ممكن توضح لنا اوقات عملنا كيلنج للبير وعملنا عمليه معينه وبعدها الانتاج قل، بيقول ان الهيدروكربون هربت من الفورميشن. لا مفيش حاجه اسمها كده، زي ما قلت لك انا لسه مجاوبك على السؤال ده حالا. مفيش مره هتقتل البير وترجعه والبير هينتج بنفس الكميه، لانك لما بتقتل البير معناها ان انت بتضخ سائل تقيل جدا براين، ميه فيها ملح، الميه اللي فيها ملح دي بتعمل كسح للزيت والغاز جوه الطبقات، فبتخلي الغاز فعلا ممكن تسميها هربت، لكن الفكره كلها ان الميه بتزيح الغاز والزيت جوه الفورميشن، فانتاجك هيقل كده كده. تمام. فايده الجاز ليفت ان احنا بنحقن غاز جوه الزيت عشان ان هو يعمل بابلز كده او فقاقيع جوه الغاز، فيقلل الدينستي بتاعته ويزود الموبيليتي، فبيبدا ان هو يتحرك كنوع من انواع الارتفيشال ليفت. طيب خلونا نكمل يا شباب، وبعد نص ساعه ان شاء الله برضو هنرجع تاني للاسئله. Most gas lift valve installation is done and the well is live. بيرفكت يا باشمهندس امير، بالظبط معظم الجاز ليفت فالف ده بيتم اثناء الويل لايف. اتفضل يا هندسه لو في حد عاوز يقول حاجه يا شباب. استاذ بس بالنسبه للطلقات اللي نستخدمها، هاي ما ممكن تسبب سبارك تاذي او يعني تضرر الاي لاين الكتريك لاين؟ طيب انت دلوقتي اللي انا فهمته ان انت بتسالني عن الطلقات او البرفوريشن اللي احنا بنستخدمها في البير. يعني خلي سؤالك مثلا ليه ما بتعملش حريق في البير. طيب لو كان السؤال كده فهتعمل حريق ازاي؟ انت عشان تعمل حريق محتاج اكسجين. طب انت على عمق 10,000 قدم من على السيرفس وبير مليان ميه، احنا غالبا بنبقى بنعمل برفوريشن والبير ميت او في كيلينج فلويد في البير، فالبير مستحيل يحصل فيه فاير او مش هيكون في اي شظيه او اي سورس اوف اجنيشن موجود في البير، لان البير بالنسبه لي في الوقت ده يعتبر البير ديد، مفيش فيه اكسجين، فمفيش مصدر عشان يحصل الاشتعال حتى وان كان عندي سورس للحريق اللي هو الفاير اللي هيحصل بالاضافه للهيدروكربون، لكن المثلث بتاع الحريق مكسور لان في ضلع الاكسجين مش موجود. طيب انطلاق الطلقات شلون راح يصير اذا ما عندي شراره؟ الايه هندسه؟ الطلقات تنطلق باي طريقه اذا ماكو الشراره؟ الطلقات دي المفروض انها بتسيب الجن وتبدا انها تتحرك بسرعه كبيره جدا. السرعه دي بتخليها تبدا انها تخترق الكيسنج والسيمنت وتدخل جوه الفورميشن زي ما انا وريتك من شويه، تدخل جوه البير لمسافه بعيده جدا جوه الفورميشن. يعني خليني كده بس اوريك اللي بيحصل. مسبب الحركه للطلقات شنو هو؟ الحركه القويه، ما احنا بنتكلم على طلقه، الطلقه دي فيها بارود او فيها تي ان تي، ماده شايف انت اللون الابيض ده بيبقى ماده اللي هي نفس الماده اللي موجوده في الطلقات اللي بتخلي الطلقه اول ما حد يضرب طلقه من جن ولا حاجه بتبدا انها تتحرك بسرعه نتيجه الاكسبلوسيف ماتيريال اللي موجوده جوه الجن دي او جوه الطلقه دي. الماده دي اول ما بديها سورس من على السيرفس في حراره او في كهرباء بتبدا انها تولع البارود اللي موجود جوه ده، فتحرك الجزء النحاسي اللي قدام ده ان هو يطلع بسرعه كبيره جدا، يخترق الكيسنج ويخترق السيمنت ويدخل جوه الفورميشن. شايف انت الشكل دلوقتي؟ دي الطلقه موجوده وفي سيجنال كهرباء انت هتديها من على السيرفس. بص كده اللي هيحصل، اول ما انت اديت السورس ده ووصل للديتونيتور تحت في الطلقه، الطلقه تبدا انها البارود اللي جواها يشتعل، الاشتعال ده يطلع ضغط عالي جدا يحرك جزء من الطلقه عشان يطلع يخترق الكيسنج والاسمنت ويدخل جوه الطبقه لمسافه كبيره جدا، يعمل لي الهول اللي انت شايفه ده واللي منه هيبدا بعد شويه. هي دي الطلقات اهي زي ما انت شايف، في جزئين، جزء بره وجزء جوه، وان بتوين في البارود او الماده اللي هي الاكسبلوسيف الموجوده دي. تمام، دي شكل الطلقات اهي. طيب هو الاشتعال معزول عن الاي لاين اللي وصل الكهرباء؟ الاي لاين هو اللي بيدي مصدر الاشتعال اللي بيحصل بالظبط، هو السباركايه اللي بتبدا انها تولع البارود اللي تحت يكون معزول عنه. لا المفروض ان هو بيبقى معزول، لان الكابل زي ما انت شايف كده. يعني انا بس عشان احنا عشان مش النهارده مينلي، زي ما انت شايف هو ده الكابل هندسه الاي لاين اهو،
بيجي قصاد الجن كده وبيبقى متعادلي، بيبقى فيه الجزء اللي هو النحاس اللي جوه ده لامس الطلقه من جوه زي ما انت شايف اهو، الطلقات مربوطه عليه، السلك دلوقتي ده او الاي لاين ده دلوقتي موصل كل الطلقات ببعضها، وبيبدا ان هو يدي المصدر بتاع السورس بتاع الاجنيشن ده لكل طلقه من الطلقات دي، يعني بيبقى متعدلي قصاد كل طلقه في حته متعدليه في الكيبل. واضحه؟ واضح. فوانس ان هو ادى السيجنال الكهرباء خلاص كده السيجنال دي دلوقتي دخلت الطلقه ولعت التشارج اللي جواها، يبدا ان هو يعمل الاحتراق اللي انت شايفه ده. طيب هو ده بيبقى شكل الكيبل او الكوندكتور اللي بيوصل الكهرباء من على السيرفس للطلقه دي. طيب خلونا اتفضل. ايه هندسه؟ تعقيبا على سؤال الاستاذ انه الانتاج انخفض للصفر بعدين ارتفع للنص، جتنا هيك حاله بشركه الحفر العراقيه، انه كان السبب الواضح انه مثل ما قلت حضرتك انه اما فالف انسد او معده سقطت بالبير بحيث سدلت الانتاج، بس بعدين الانتاج انصعد للنص. هذا كان غالبا بسبب انه صار كوروجن عالي، وصار بسبب الضغط العالي صار كسر للمعده فصعد الانتاج وصل للنص. يعني هو هذا كان السبب. جميل جدا، هو بالظبط كده يا هندسه، ان الضغط ينزل مره واحده او انتاج البير يقل مره واحده مستحيل، مستحيل يكون السبب سبب كيميائي، اكيد في حاجه ميكانيكيه حصلت في البير، زي في اكويبمنت فيلد، في سيفتي فالف قفل، في حاجه قفلت جوه البير بشكل ميكانيكي منعت او خلت الفلو ما يطلعليش للسيرفس اطلاقا. طيب خلونا نكمل زي ما قلنا كمان. استاذ بلاز احنا مشارك، استاذ احنا عند انزال يعني هذه الطلقات احنا راح نكون عمق كلش كبير، فاحنا عندنا البطانه او السمت يعني عمق مو كبير، فاضافه الى طبقات الفورميشن تكون يعني بها سوائل فتكون شوي لينا، احنا عند انطلاق الطلقه يعني تقريبا راح يكون بسرعه كلش كبيره، فتقدر تخترق بشي سهوله يعني الكيسينج والسمنتينج والطبقات، فشي عاده عليها هي. بالظبط يا هندسه، كل طلقه من الطلقات دي واحنا بنختارها الطلقات دي برضه بيبقى في حد الراجل بتاع البرفوريشن اللي بيبقى جاي بيبقى مختار الطلقات اللي هيستخدمها من الداتا اللي انا اديتها له، بيبدا ان هو يشوف فيها الطلقه دي المفروض انها هل انا محتاج اعمل بيها فتحه كبيره ولا ادخل بيها جوه الفورميشن مسافه اطول، فبيبقى ده بيزد على قوه الطلقه، في طلقه تقدر انها تخترق مسافه طويله جدا جوه الفورميشن، في طلقه تانية لا يا دوب تفتح لي الكيسنج والسيمنت، في يعني الطلقات بيبقى فيها فيلم كبير، فاحنا ممكن ان شاء الله نخصص يوم للبرفوريشن باذن الله نحاول ان احنا نتكلم فيه عن البرفوريشن. طيب موضوع الساند بيلر. طيب واحده كمان من الاكتيفيتيز اللي انا بعملها بالويل انترفنشن يا شباب هي ان انا عندي بير من ابار الغاز او الزيت بدا ينتجرام، في عندي ساند برودكشن عالي جدا، فبيبقى عندي طريقه ان انا اوقف الساند برودكشن ده عن طريق ان انا انزل الساند سكرين او الجرافل باك. الساند سكرين والجرافل باك ده هو تقنيه معينه بستخدمها ان انا انزل فلتر او سكرين جوه البير عشان ان انا امنع ان الساند ده يطلع لي على السيرفس. الساند ده يتراكم حوالين السكرينه بالظبط كانه فلتر يمنع مور ساند برودكشن، فبالتالي هيقلل انتاج الساند جدا اهو بالظبط ان هو نزل كده قدام البرفوريشن اللي بتطلع ساند او رمل ده، وتبدا ان انت تحط السكرينه دي، فالسكرينه دي تبدا انها تمنع فرزر برودكشن من الساند اللي انت متوقعه، لان الساند ده انت متخيل حبيبه الساند دي وهي ماشيه جوه التيوبينج ساند بيمشي بسرعه كبيره جدا، سرعه الغاز سرعه كبيره قوي اكتر من سرعه الصوت، فبالتالي بتبدا انها تنحر البايب لاين دي من جوه وتبوظها وتعمل لي مشاكل جوه التيوبنج وكروجن وايروجن، يعني مشاكل كبيره جدا، فانت بتمنع ان الساند ده يطلع لك على السيرفس عن طريق ان انت تنزل ساند سكرين او ثرو تيوبنج سيراميك سكرين او جرافل باك، كل ده ممكن ان احنا نعمله عن طريق كول تيوب او عن طريق الجرافل عن طريق الواير لاين. طيب معليش يا شباب هنجاوب على السؤالين دول بإذن الله في أقرب وقفة. طيب عندنا كمان واحدة من المشاكل اللي بتحصل زي ما اتفقنا أن أنا يحصل لي داون هول ميكانيكال فيلير، زي إيه؟ زي أن أنا عندي جوباية سليك لاين شغالة تمام جدا، وللأسف الشديد وأنا شغال بالسليك لاين حصل لي أن السليك لاين اتقطع في البير، بتحصل كتير جدا، السليك لاين أجي أعمل بيه جوباية استك في البير اتقطع، وانس أنه اتقطع في البير محتاج أن أنا أنزل أعمله فيشنج،
فبنزل عن طريق طول معينه كده في الواير لاين السبير او الكاتشر او الجرابر، وانزل بيها اصطاد الكيبل اللي اتقطع جوه البير ده واطلعه على السيرفس. في اي طول وقعت جوه البير زي ما اتفقنا، في عندي حاجه وقعت جوه البير اثناء الاوبريشن، ببدا ان انا انزل اعملها فيشنج عن طريق الجنك باسكت او عن طريق الماجنت او عن طريق تولز كتيره جدا ان شاء الله نتكلم عنها يوم 20. لكن في النهايه في الوقت ده بتبقى ويل انترفينشن اوبريشن، الهدف منها هو ان انا اعمل فيشنج لوست اكويبمنت في البير، ببدا ان انا انزل اعمل لها ريتريفنج عشان ان انا استمر في عمليه الانتاج من غير مشاكل. تمام. اكتر المشاكل اللي احنا بنشوفها الفتره الاخيره هي ان انا يحصل لي ميكانيكال دامج للتيوبنج او الكيسنج، زي ان التيوبنج بتاعي بير غاز في H2S بنسبه عاليه، البير ده بعد شويه بدا انتاج ال H2S يزيد فعمل لي كروجن للكيسنج او كروجن للتيوبنج، فالتيوبنج اتخرم، بقى في كوميونيكيشن ما بين الانيولس وما بين التيوبنج، الغاز اللي جوه التيوبنج بدا يطلع يمشي جوه الكيسنج، فالكيسنج هيبوظ، فمحتاج ان انا اعمل رقعه او اعمل زي ان انا انسرت كده بايب جوه التيوبنج، بنزل بحاجه اسمها الاسترادل سيستم او الانفليتابل باكر، زي ما انت شايف الباكر ده في الشكل الطبيعي بتاعه اهو، لما بدات اعمل له سيتنج بدا ان هو ينتفخ، فبنزل قصاد المكان اللي فيه دامج ده واروح حاطط الانفليتابل باكر او الاسترادل سيستم ده عشان ان انا امنع الليكج او البين هول او الفتحه الجديده اللي حصلت جوه التيوبنج. اهي نفس الفكره، عندي باد سيمنت في مكان معين، بنزل احط السكاب باكر او الاسترادل باكر ده عشان ان انا الجزء اللي اتخرم في التيوبنج او اللي حصل له دامج ده ابدا ان انا اعمل عليه باي باس كده او اعمل عليه بريدج عن طريق ده، بنسموه السكاب باكر وده بيسموه الاسترادل باكر، الاثنين نفس الفكره. لكن في النهايه انا عملت كده دلوقتي رقعه للمكان اللي فيه دامج ده عن طريق ان انا حطيت بايب جوه الثانيه، ماسوره جوه ماسوره، وطبعا مش هقدر الحم جوه البير او اعمل عمليات لحام، فخلاص بيبقى فيه الجزء اللي هو الرابر اللي فوق ده انفليتابل والجزء ده كمان رابر، وابدا ان انا انفخه او ازود الضغط عليه فيبدا ان هو يحصل له اكسبانشن او يتمدد فيبدا ان هو يقفل لي التيوبنج. واحده من مشاكلنا اللي اتفقنا عليها هو ان انا ممكن كمان، سيبك بقى كمان من اني انزل اعمل سيتنج للاسترادل باكر، انا محتاج اعرف اصلا المكان اللي فيه دامج في التيوبنج ده فين، فبنستخدم حاجه اسمها البي ال تي او البرودكشن لوجينج تول، شلمبرجير مثلا بتيجي بتول اسمها السبينر، السبينر سيرفي ده هو ان هو بينزل بتول كده جوه البير، طول ما هو ماشي والدنيا تمام في مروحه عماله تلف كده، طول ما انت ماشي تمام اهو زي الفل لحد ما تيجي في المكان اللي فيه البين هول ده وتلاقي سرعه المروحه دي زادت قوي، فالسرعه بتاعت المروحه مثلا كانت اراوند 12 ريفوليوشن بير مينت، لما نزلت في مكان معين كده بدات تحس ان السرعه دي زادت قوي، فاذا المكان اللي السرعه زادت فيه قوي ده هو ده المكان اللي احتمال كبير جدا يكون فيه المنطقه اللي فيها البين هول او فيها الدامج اللي موجود في التيوبنج، فاقدر في الوقت ده اعمل ايفالويشن ليه فكره الدامج اللي حصل. بستخدم كمان الواير لاين عشان او الاي لاين عشان ان انا انزل سيمنت بوند لوج، بعد ما بعمل جوب السيمنت بحتاج ان انا اعمل جوبايه اسمها السي بي ال، انزل اتاكد هل السيمنت بتاعي ده تمام ولا في باد سيمنت ولا جود سيمنت، مين اللي هيقول لي الاسمنت اللي انا عملته ده جود سيمنت ولا باد سيمنت، اللي هيعرفني الموضوع ده تقول اسمها السي بي ال لوج، سيمنت بوند لوج، بنزل اعمل بيه ايفالويشن عن طريق الترا ساوند ترانسديوسر او الترا سونيك ترانسديوسر، بيبدا ان هو يطلع موجات كده، الموجات دي تمشي في الكيسنج والاسمنت، لو الاسمنت تمام بيبان، لو الاسمنت فيه مشكله او مش مالي الفراغ اللي حوالين الكيسنج شويه برضه بيبقى واضح جدا. ساعات بحتاج ان انا اعمل ويل انترفينشن يا شباب، معلش انا عارف ان انا يعني صدعتكم، بس وانس ان انت وصل لك البرزنتيشن فهتلاقي الدنيا ان شاء الله واضحه جدا وكلير، كل صوره بتوضح الفكره، فاحنا مجرد ان احنا بنعدي عليها بس يعني بنشرحها، لكن كل صوره بتوضح الموضوع بشكل مفصل ان شاء الله. يعني ساعات بحتاج ان انا يكون في بلاجات في البير، حاجه بنسميها الكومبوزيت بلاج، بلاجه مثلا منزلها عشان اقفل الطبقه دي وبعد شويه عاوز انزل اشوف الطبقه دي لسه فيها انتاج ولا لا، فبنزل احفرها عن طريق الكويل تيوب.
ساعات تانية بحتاج ان انا اعمل running installation او retrieving، انزل بلقة في البي، لا في البيها طبق معينة هنزلها ازاي وهطلعها من البي ازاي عن طريق الواير لاين او الكول تيوب. بنزل اعمل setting للبلقة دي اهو، انزلها في البير اعمل لها سيتنج او ريتريفنج واطلعها من البير، وبرضه بنقول عليها بول اوت اوف وول بالبلاجه دي، فبرضه بيبقى الموضوع بتاعها بنفس التفاصيل ده، هنزلها ازاي البير وهطلعها ازاي من البير وما اكتر الجبايه دي يعني. طيب في نهايه عمر البير يا شباب بنوصل لمرحله اسمها البي اند اي، البير خلاص ما عادش فيه انتاج وقررت ان انا هوقف الانتاج من البير ده الى الابد. ففي الوقت ده بعمل حاجه اسمها البي اند اي، تمام؟ البي اند اي اللي هي البلاج اند ابوندمنت معناها ان انا هصب اسمنت جوه البير عشان ان انا اقفل البير ده تماما ما عادش ينتج اطلاقا. فببدا ان انا انزل اصب بلاجات من الاسمنت، بلاجه هنا بلاجه هنا بلاجه هنا، ثلاث اربع بلاجات كده في البير. الجزء ده كده خلاص انا باكد ان البير كده دلوقتي انا ردمته او قفلته او ما عادش فيه انتاج، ما عادش فيه انتاج من البير ده خلاص، تمام؟ طيب ده ريتريفال بكر. في وقت من الاوقات يا شباب لو انا قررت ان انا اطلع الكومبليشن اللي في البير، الكومبليشن اللي في البير ده بيبقى دايما ماسك من تحت عن طريق البكر، البكر ده هو اللي مثبت التيوبنج ده في البير. فبحتاج ان انا انزل اعمل ريليزنج للبكر ده عن طريق ايه؟ لا اما ان انا اعمل انست عن طريق لو انا عندي ريج، فببدا ان انا اعمل اوفر بول اشد التيوبنج ده جامد بقوه كبيره 50,000 باوند ولا حاجه، فيبدا البكر ده يتحرك من مكانه. ساعات ما بيتحركش فبضطر انزل جوه البير عن طريق حاجه اسمها الكيميكال كاتر، زي ما انت شايف كده كاتر كده بينزل ويبدا يعمل روتيشن بسرعه كبيره جدا، فيبدا يقطع لي البكر، فالبكر ده يتقطع خلاص، يعمل ريليز اعمل له انست او اطلعه على السيرفيس بسهوله. ساعات بيبقى عندي اكتر من طبقه بتنتج زي ما انت شايف كده، وببقى محتاج ان انا اختار الانتاج بتاعي، هل انا محتاج ان انا انتج من البرفوريشن اللي في الطبقه الاولى ولا البرفوريشن اللي في الطبقه الثانيه ولا البرفوريشن اللي في الطبقه الثالثه. عشان ان انا اختار بيبقى في قصاد كل طبقه من الطبقات دي حاجه اسمها سايد سلايدنج دور او سايد سليف، هنا برضو في عندي سايد سلايدنج سليف وهكذا، كل واحده فيهم بيبقى فيها سلايدنج سليف. انا بنزل بالواير لاين عن طريق تول اسمها الشيفتنج تول، اروح فاتح الشباك اللي هنا ده فالفلو يجي يطلع من جوه هنا وينتج. طيب الطبقه دي ضغطها قل، انزل بالشيفتنج تول اقفل السايد سلايدنج دور وهكذا. ببدا ان انا اعمل سيلكشن للطبقات اللي انا هنتج منها عن طريق ان انا انزل جوه التيوبنج وافتح واقفل السايد سلايدنج دور ده، وبالتالي هحدد انهي الطبقات زي ما انت شايف كده، ده السايد سلايدنج دور. بنزل بالشيفتنج تول اعلق هنا كده واشد لفوق، لو شديت لفوق ايه اللي يحصل؟ خلاص كده اتفتح كاني عامل برفوريشن كده في التيوبينج. طيب لو في مشكله انزل اضرب عليه بالواير لاين هيروح قافل، يبقى الشباك ده اتقفل، يبقى خلاص دي بقت ماسوره كده او بايب عاديه جدا من غير اي مشاكل. واحده من الويل انترفينشن هو الويل هيد مينتنس اللي اتكلمنا عنها في البدايه، انا رايح ان انا اصلح الفالفات دي، هغير فالف باسنج، هعمل اي مشكله ريميديال اوبريشن على كريسماس تري، ده بنسميها الويل هيد مينتنس. على سبيل المثال عاوز اشيل الكريسماس تري دي كلها واجيب واحده جديده احطها مكانها، طيب هعمل الكلام ده ازاي من غير ما اقفل البير، من غير ما انا خلاص شلت كل الفالفات اللي على السيرفس، فمحتاج ان انا انزل اعمل سيتنج للبلج او سيتنج حتى لحاجه اسمها الباك بريشر فالف، انزل اعمل له سيتنج جوه تيوبنج هانجر الاخضر ده، ده التيوبنج اهو الانتاج بيطلع من هنا ويطلع لي على السيرفس. طب ايه رايك لو انا حطيت بلجه هنا كده في التيوبنج هانجر الاخضر ده قفلت بيها الانتاج عن طريق ان انا حطيت باك بريشر فالف جوه التيوبنج هانجر ده عشان ان انا امنع الانتاج بتاعي ان هو ما يطلعليش من جوه التيوبنج ده. واحده من الاكتيفيتيز اللي انا بعملها بالواير لاين او مش واير لاين حتى، انا بعملها بالسيرفس كده عن طريق سيرفس تول، وابدا ان انا اعمل سيتنج للسب سيرفس سوري للباك بريشر فالف. طيب ساعات واحد من الكومبوننت الموجوده مهمه جدا في البير هو السيرفيس كنترول سب سيرفيس سيفتي فالف، ده فالف موجود تحت في الداون هول يا شباب، بيديني انتجريتي عاليه جدا، بيمكنني من ان اعمل اكتيفيتيز كتيره جوه البير، بيحميني من اي فلو يطلع من البير. ساعات بيحصل له دامج او يحصل فيه مشكله او يبقى باسنج مش قافل كويس،
فبضطر ان انا انزل اعمل له ريبليس، انزل واحد جديد واطلع الموجود. هعمل الكلام ده بايه؟ بكويل تيوب او بوايرلاين. اعتقد دي اخر سلايد، وهي الخاصه بالكيلينج للبير. ازاي ان انا بقتل البير؟ ببساطه جدا، انا بقتل البير عن طريق ان انا بحقن براين. البراين ده اللي هو ميه بملح، بحقنها جوه البير عشان ان انا اعمل هيدروستاتيك بريشر عالي جدا في البير، فاقدر ان انا اقتل البير بسهوله. طيب خلونا نشوف يا شباب الاسئله بتاعتكم، وكده احنا معانا 10 دقايق بقى، لو في حد عنده سؤال فانا معاكم ان شاء الله. في التثقيب من الاحسن ضغط الهيدروستاتيك يكون اكتر من ضغط الطبقه. طبعا اثناء عمليه البرفوريشن او التثقيب يا شباب، اتفقنا ان البير بنبقى اكلينه عن طريق براين، بيبقى مديني هيدروستاتيك بريشر دايما اعلى حوالي 100 ل 200 بي اس اي من الفورميشن بريشر. عشان ايه؟ عشان ان انت اول ما هتعمل تثقيب الغاز والزيت ده هيطلع لك على السيرفس بسرعه كبيره جدا، الا في حاله واحده ان هو يلاقي قدامه وزن كبير جدا من البراين. فغالبا بنبقى شغالين بي اوفر بالانس، او بنبقى شغالين بضغط هيدروستاتيكي اعلى من ضغط الطبقات. انفلو كنترول ديفايس، لا احنا حته السكرين دي هندسه بتبقى عباره عن سكرين مصنوعه من السيراميك او مصنوعه من الستانلس ستيل. انا بس هو الوقت هو اللي بيدهمنا، بس خليني اوري لك شكلها بسرعه جدا. الجرافل باك ساند سكرين، الجرافل الساند سكرين بالظبط يا هندسه، زي ما انت شايف كده بالظبط، بتبقى سكرينايه. لا الصوره هنا مش موضحه للاسف. طيب هي الفكره بس كلها انها بتبقى مصنوعه من ماده زي السلك كده. السلك ده بيبقى حواليه ساند من كل ناحيه او بروبن، ويبدا ان هو يمنع لي خروج الساند يطلعه لي على السيرفس، فبيمنع ان الساند اللي بيطلع من الفورميشن ده يعدي من خلاله، لان بتبقى فيها فتحات صغيره جدا بنبقى احنا عارفين السايز بتاعه. هل الجرافل ده بيكون مصنع ولا طبيعي؟ والله في طريقين يا هندسه، في ناس بتستخدم الناتشرال ساند او الناتشرال جرافل، وفي ناس بتستخدم نوع من الساند المصنع اسمه الجرافل باك. ده نوع من الساند كده بيسموه البروبنت، سوري. البروبنت ده بيبقى مصنوع من البوكسايت او من السيراميك، وبيبقى ليه سايز معين كده وليه راوندنس محترم، بنبقى عارفين او بنستخدمه عشان ان هو بيديني انتاج افضل. السويل باكر، السويل باكر ده هو نفسه الاسترادل باكر، بس يعني كلمه سويل باكر ده ما حدش بيقول خالص. في حاجه اسمها الانفليتابل باكر بتاع شركه بيكر، لكن سويل ده ما اعتقدش ان انا سمعتها قبل كده يعني، لكن هو نفس فكره البكر اللي بيحصل له انفليشن، حجمه بيزيد. اللحام ممكن يكون بيعمل احتراق، شنو الحل؟ طبعا ما فيش لحام بيحصل تحت يا هندسه، ما فيش اي لحامات بتتم جوه البير. اتفقنا الموضوع ده بيتم عن طريق الداون والاب بكر. السي بي ال تعتبر معده قديمه، ما هي المعدات الحديثه؟ حاجات كتيره جدا يا هندسه، عندنا الفي دي ال الفاريبل دينستي لوج، عندنا في لوجات كتيره جدا، في طبعا التمبريتشر لوج، ده نوع من انواع اللوجينج اللي بستخدمه عشان اتاكد من جوده الاسمنت اللي حوالين الكيسنج. في تولز كتيره في السوق في الفتره الاخيره كاسماء تجاريه مش حاجات هتلاقيها في كتب، لكن السي بي ال هو مازال هو التقنيه المعترف بيها لكل الناس بتشتغل بيها. تو ميكانيكال بارير از بير نورسك، مش نورسك بس، الاي دبليو سي اف الاي اي دي سي كلهم بيمنعوا ان انت تعمل ويل انترفينشن الا لو عندك اكتر من تو بارير. السيرفيس كنترول سب سيرفيس سيفتي فالف ساعات ما بنحسبهوش بارير اصلا، لانه ده ميكانيكال فالف ممكن يحصل له فيلير في اي وقت، فلازم ان انت تكون حاطط ميكانيكال بارير زي السيرفيس كنترول سب زي سوري الباك بريشر فالف، وكمان ميكانيكال بلاج تحت في البير. كيف نرجع للبير بعد ما نقتله؟ عادي جدا يا هندسه، بنعمل جوبايه اسمها نيتروجين ليفتنج. البير مليان براين دلوقتي ومش قادر ينتج، ببدا ان انا انزل جوه البير بكويل تيوب واحقن فيها نيتروجين. النيتروجين بيبدا ان هو يزيح المايه اللي موجوده في التيوبنج دي يطلعها لي على السيرفس، فالهيدروستاتيك بريشر بتاعي يبدا يقل، فالبير يبدا يقوم مع نفسه واحده بواحده، يبدا ان هو ينتج بسهوله جدا. فبيبقى في عندي جوبايه اسمها نيتروجين ليفت بعد ما بقتل البير. حلو جدا السؤال ده. هل تكون عمليه قتل البير مكلفه ولماذا؟ لا مش مكلفه خالص، ميه عاديه جدا، بحط فيها كي سي ال
عشان احولها لحاجه اسمها براين. يعني البراين ده عباره عن ميه على كيس الملح، ملح ببلاش يعني، بدوبهم في بعض عشان ان انا اوصل لتركيز معين 7% تقريبا كي سي ال، وببدا ان انا احقنه في البير. ف ولا حاجه مش بيكلفني كتير، لكن هو طبعا بيأثر على الفورميشن بعد كده. فايده النبل، النبل دي اتفضل هندسه استاذ، يعني قلت انه البورفريشن هو يسوي دمج للتيوبنج، وقلت اكو معدات تدليني مكان الدمج اللي يصير مثلا هو مو بالتثقيب، يعني شلون راح اميز انه مكان التثقيب ومكان الدمج؟ جميل جدا. طيب بصي هندسه، احنا واحنا بنعمل البرفوريشن زي ما اتفقنا الموضوع ما بيبقاش بالسهوله اللي احنا متخيلينها، يعني هي بتبقى فيها اوبريشن مختلفه شويه زي ما انت هتشوف دلوقتي كده. انا اصلا ببقى نازل عاوز ان انا اعمل برفوريشن في مكان معين ما يخلفش نص متر ولا ربع متر، انا نازل ان انا اعمل برفوريشن عند دبس 7310، ما ينفعش يبقى عند 311 لان كده هبقى بخرم او بعمل تثقيب في طبقه تانية خالص. فعشان كده اللوج ده وهو نازل بيبقى معاه نوع معين من اللوجينج بنسميه السي سي ال والجاما راي. الجاما راي مهمتها انها تحدد لي الدبس اللي انا موجود عنده بالظبط كام. وانس ان انا وصلت عند الدبس ده ببدا ان انا خلاص اعمل الفايرنج، فتبدا الـ يعني حتى انت لو شفت الفيديو من شويه هتلاقي اللوج ده وهو نازل بص كده بيعمل ايه. في لوج معاه تاني اسمه الجاما راي، وهو نازل بيبدا ان هو يقيس المكان اللي هو خلاص كونفيرمد ان هو ده المكان اللي انا محتاج اعمل عنده البرفوريشن. وانس ان انا خلاص كونفيرمد ان هو اللوكيشن ده بعمل فايرنج، فالفايرنج يبدا يطلع يدخل في الطبقه. لكن لو انت عملت ميس فاير او حصل ان انت عملت برفوريشن في طبقه مش هي الطبقه الاساسيه ممكن تنتج ميه، تبقى بتحفر البير وتلاقي انتاجه ميه، فبتبقى مشكله كبيره. واضح؟ واضح. بس الدمج اللي يصير بالتيوبنج يعني من غير مو البرفوريشن، يعني اكو دمج هذا الثاني اللي يصير؟ أي. لا, لا 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 غالبا ما بنعملش اصلا برفوريشن في التيوبنج هندسه، دايما بنعمل برفوريشن في الكيسنج والاسمنت. يعني ببقى نزلت تحت البرفوريشن، يعني قليله جدا لو انت في حاجه اسمها نوفا جن، نوع من الجنات كده كنا استخدمناها خرمنا بيها التيوبنج، لكن ده مش حاجه طبيعيه، الطبيعي ان انا بخرم الكيسنج مش التيوبنج. تمام دكتور. طيب فايدة النبل زي ما اتفقنا هي عبارة عن جزء من الكومبليشن، بستخدمه عشان ان انا اعمل هانجينج لبعض الداون هول اكويبمنت، زي ان انا سيد فيها الفالفات، زي ان انا سيد فيها بلجات، بتبقى كأنها بالظبط كده شماعة او مكان بعلق عليه بعض التولز او الاكويبمنت جوه البيت. السي بي ال تعتبر معدة قديمة خلاص. طيب احنا كده يا شباب تقريبا الحمد لله خلصنا معظم اسئله الناس، خلصنا النهارده السيشن. اتمنى ان الدنيا كانت كلير بالنسبه. في حاجه يا شباب فيها اسئله؟ استاذ بس عفوا عندك استاذ، عمليه قتل البئر بيا سيرفس راح تكون، يعني باي سيرفس راح تكون، والمعدل عمليه القتل مالت البئر شنو هاي المعده؟ طيب البامبنج هندسه هو ان انا بوصل على المكان، يعني على كريسماس تري بوصل بامب، والبامب دي بوصلها بتانك فيه براين. معلش خليني اوريها لك بسرعه. انا عندي هو ده البير اهو، انا دلوقتي كل اللي انا هعمله هجيب بامب وهجيب تانك. التانك ده دلوقتي مليان براين، انا مجهز براين فيه ميه بملح او ميه بكي سي ال. ابدا ان انا اخد البراين ده على البامب، والبامب اوصلها على الكريسماس تري من فوق على شجره راس البير، واحقن الميه دي جوه البير. لما احقن الميه دي جوه البير بضغط كبير ببدا ان انا كل شويه ابدا ان انا الاحظ ان السيرفس بريشر بيقل، معناها ان الغاز والزيت مش قادر يطلع، الميه اللي انا بنزلها دي كاني بكتم بيها الفورميشن او بخلي الفورميشن مش قادره انها تنتج اني مور. فالجوبايه دي هي دي اللي احنا بنقول عليها يعني حتى انا فاكر انها موجوده عندي. ايوه هنلاقيها هنا في الورك اوفر. اهو بالظبط كده يا هندسه، باخد الملح ده او الميه بملح دي وابدا ان انا اضخها جوه التيوبنج، فابدا ان انا كده اقتل البير. بس انا عاوز اوريك صوره بس بتوضح الدنيا اكتر، هي دي. اهو بامبي هندسه اهي متوصله على الكيل سايد بتاع الكريسماس تري، اضخ جوه البير
تبدا انها تنزل جوه التيوبنج، تملى التيوبنج وتعمل لي هيدروستاتيك بريشر عالي على الفورميشن، فكده خلاص الفورميشن بتاعتي ما عادتش تقدر انها تنتج بعد كده. تمام استاذ، شكرا جزيلا. عمرك. شكرا جزيلا يا شباب، واسف على الاطاله، وان شاء الله يوم 20 باذن الله نجتمع تاني مع بعض في سيشن خاصه بالواير لاين تولز واكويبمنت. واتمنى النهارده ان الدنيا تكون كانت كلير تماما بالنسبه لكم. شكرا جزيلا لحضوركم، وان شاء الله نشوفكم جميعا على خير باذن الله. السلام عليكم. شكرا استاذ، كانت محاضره اكثر من قيمه. ان شاء الله شكرا نلتقي باذن الله في يوم 20. ان شاء الله. تمام، شكرا جزيلا، السلام عليكم.